97 98 99 100. هادي بابه. ولد انت لي الاحمر بتعمل ايه عندك؟ 20. تعال هنا افندي. اديني باكو. نعم. قصدي ثلاث سجاير كليوباترا. ما بنبيعش فرد. هات علبه وحط لي فيها ثلاث سجاير اذا كنت مش بتبيع فرد. ما تمشي تغور كداه يا فقره. نزل ايدك يا وين. تلاقيح دي ولا ايه؟ تلاقيح ايه؟ هو علي قرنفلة ما سلمش عقدته لغايه دلوقتي؟ هو حر النهارده 7 منه، كمان نص ساعه انا هقفل الخزنه وذنبه على جنبه. مرسي. يا نعم. انت نسيت تاخد حساب الشاي والقهوه بتاعك. بقول لك ايه يا مرسي، ما لقاش معاك 150 قرش فكه لغايه بكره؟ كل شهر يا استاذ علي. شت ولد يا حمار، ودي صوتك ما تفتحنيش، استر عليا. انت راجل بتكسب ربنا مديك تواني بدل ما اقر عليك. بلاش تقر عليا. يلا بسرعه اعمل لك همه. بسرعه وتوب سيكريت. بس مش كل مره تسلم الجره. بس يا حمار هديني محاضره. يلا امشي نجرش في شغلك وهات قهوه. حاضر. كل واحد يلزم حدوده. ها يا سعادي، هتسلم العقده ولا اقفل الخزنه وزنك على جنبك؟ مش عايز كتر الكلام، احنا ناس بنعامل ربنا. فلوسك جاهزه على داير المليم. بس انا كنت شايل معايا شويه. هات الفلوس وبطل كتر كلام. بسم الله. ايدك نيلة ايحة. الو، ازيك يا هشام؟ ايه اخبار سير الزرعية؟ وصلت لها ولا لسه؟ شش، ايدك نيلة مامل اللي فيها بيع. انت فارح بالسم الهالي دي في بدنك ان شاء الله. الغط الغط الغط، تزور تزور تزور، تموت ان شاء الله. انت ايه فاكرها وكاله من غير بواب؟ الله يسلمك يا سعيدة. اخبارك ايه واخبار البنشيونين؟ انت فعلا كوبا الاخبار واخبار البنشيون مالكش دعوه بيها غير الفلوس اللي عليك. سوري، ان انا كنت عايز اقول لك ان انا نسيت دفتر شيكاتي في اوضتي. تعالى هنا ما بقتش اوضتك يعني. يا حسين انت بقى. مساء الخير يا ابنتي. شفتي يا رب؟ اهلا يا ستي توحيدة. مساء النور، زرتوني صباح الفل يا عينيا. معلش اتاخرت عليكي في الاوضه. ولا يهمك يا اختي ولا يهمك. اصل احنا شغالين طول الليل يا حبيبتي. اتفضلي. انا الله في عونك. شايف؟ اتفضلي يا حبيبتي خشي نامي ارتاحي في اوضتك. ايوه ارتاحي. شقيانه. كتر الله من امثالك. تعرف بقى تشقى زيها وتدفع اللي عليك؟ طيب اساسي انا بقى اغير هدومي. لا يا حبيبتي مالكش هدوم عندنا يا حبيبي. ايه النادي اللي على عينك يا حسين؟ الله، مش دخلت هنا ازاي يا سعادة؟ نزل ايدك يا حبيبتي. بره خليتني منك. لا معلش يا ستي توحيده، ادي له فرصه لحد بكره بس. فرصه ايه يا اخويا؟ وفي موضوع الفلوس دي انا اللي ضم. ضمن ايه جتك نيله؟ انت عارف تضمن نفسك. قال على راي المثل من ايه طوبه يا قلبي لا تحزن. انا طوبه وانت ايه؟ مالكش دعوه، ما تدخلش في. تعال هنا بقول لك. اسمع عم اقول لك، النهارده اخر ليله لك هنا، بعد كده تشوف لك ملعب تاني تلعب فيه. اوعوا جاتكوا الهم زي ما تشوف مليك. يلا بس حسين. الست دي على فكره عزيمه، تصوري شحاته فهمت افكاري. انا بفكر جديا انقل في مكان تاني. مبدا الاول كن واثقا ان الحظ سيبتسم لك. المبدأ الثاني، لا تهتم إلا بنفسك ولا تشغل بالك بما حولك. ابو تقليم الشوارع اللي بتركبوا عربيات نيلة الجدنة باظت.
بتقول ايه يا شاطر؟ سيادتك اللي سمعت غلط، انا قصدي مين؟ يخرب عقلك علي؟ مين؟ ممتاز ابن حلال، انا لسه كنت بدور على تاكسي. اركب اركب، وحشني قوي يا علي. اسمي علي بي يا حمار. طب يلا يلا يلا. جابوا العربيات دي ازاي؟ مش فاهم. البي بقى يحب ينزل فين؟ مش نازل. نعم يا اخويا؟ مش نازل، ما اقدرش انزل يا ممتاز بعد ما وسخت لي البنطلون بتاعي. اصلي البدله دي رايح بيها حفله تنكريه. لا كويس. اسمع، اذا كنت فعلا رايح حفله تنكريه تعالى عندي والبس بنطلون من عندي، ساعتها فعلا مش هيعرفوك بجد. امري لله. انا مش فاهم، انا كل ما اقول كلمه هتضحك. امر غريب مستفز. فاكر زمان لما كان ابوك يجي تلعب معايا في الجنينه، ولما يجي لنا ضيوف نقول لهم انك انت اخويا؟ هم اللي كانوا بيفتكروك امي، قصدي اخويا. فارس يلا. كنا بنسيبهم يدلعوك ويدوك في هدايا وشوكولاته، وفي الاخر نقول لهم انك انت ابن عم فجل الجنايني. كانوا بينكسفوا حته كسفه. هم برضو اللي كانوا بينكسفوا. مش فايدة. ادي الدولاب قدامك، نقي البنطلون اللي انت عايزه. تعرف ان اوضة نومك مش بطالة ممتاز؟ فعلا ممكن تبقى نضيفة. سليمان. ايه يا صاحبي؟ سليمان مد يا ولد يا حمار، مد بسرعة. الجزمة النبيتي. حاضر. سيب اللي في ايدك دي يا بني ادم. مش عارف تميز الجزمة البني من النبيتي؟ وانت بتعمل ايه؟ ما تختار لك بنطلون وتهوى. الو؟ اهلا اهلا عزت بيه. ايوه انا قعدت مع جماعه المستثمرين امبارح. لا لا لا، دول مصريين بس عايشين بره، عايزين يعملوا مشروع كبير قوي. هما معاهم توكيل من شركه مباني جاهزه. ايوه عايزين يعملوا اوتيل 25 دور، ثلاث حمامات سباحه وجنينه معلقه وملاعب تنس. ممتاز، ممكن اخد جاكيت البنطلون؟ قوي قوي سيادتك تؤمر. متشكر يا ممتاز، كتر خيرك. طبعا طبعا، هما محتاجين شريك مصري معاهم. انا شخصيا شايف انها فرصه هايله، بس انا بتقل عليهم شويه. ممتاز، انا مضطر اغير القميص عشان يمشي مع البدله. قوي قوي طبعا از يو لايك. لا 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 يا باشا، درست الجدول اللي انا عملتها، بتقول ان المكسب بالميت 2 3 مليون كل سنه. لا 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 يا باشا. هو انا معقوله برضه تعدي عليا الحاجات دي يا باشا؟ انت حضرتك تطمن خالص. ايوه انا عامل حسابي على كل حاجه. ايوه. لا ده انا واخد بالي من كل حاجه كويس. ايوه يا باشا، انا معادي معاهم النهارده الساعه 7 كافتيريا المريض. معقوله يا باشا؟ اكيد هتصل بسعادتك، انا بس نفسي ارد حاجه من جمايلك. ربنا ما يحرمنا منك يا باشا، مع الف سلامة. ها يا سعد. انا خلاص. ممتاز ممتاز، تصور في خبر انا نسيت محفظتي فوق، انا بغير عندك. بقول لك ايه، بلاش الحركات دي، اتفضل 5 جنيه وخلصني. حظك. مفيش 5 جنيه. انا مالك، انا مالك. اتفضل. ادي 10 اهي. شكرا قوي. انت مش هتيجي معايا ولا ايه؟ لا معلش، اتكل على الله، انت شوف شغلك، انا هتمشي شويه. احسن. وتنسى ميعادك مع المستثمرين، ها؟ خلي بالك من روحك، ما تبقاش عبيط، خلي بالك من فلوسك اللي هتقع منك. ابعد انت عني بس وخلاص. امشي اعمل لي برم.
مبدأي الثالث، قلد الناجحين واتبع خطاهم. سرحان بيه، أنا مش قادر أفهم أنتوا ليه مستعجلين أوي؟ المفروض إن أنا أدرس المشروع براحتي. أدرسه على مهلك يا ممتاز. أنت يا جميلة ما تتكلمش. أنا عشان تاخد مشروع زي ده. حد سأل عليك؟ لازم خلاص انتهينا، أنا جاهز. ممتاز، مش معقول صديقي العمر، مش معقول. أنت راخر هنا، إزيك يا ممتاز؟ إزيك؟ أهلا أهلا بأوعد. متري ولد، مش معقول سيبني تاكل حاجة يا ممتاز. إحنا اتعشينا خلاص. طب البهواتي تاشوا عشان ما يمشوش على روحي وتنوم. طيب ما علينا، خلاص خلاص ما انت سامحهم. احنا علي بيه مثلا يا فندم، ماجستير تجاره، عضو مجلس اداره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احنا كنا بنقول في ايه؟ بنتكلم عن التكاليف. لا بالنسبه للتكاليف نو بروبلم. فعلا نو بروبلم. شركه المباني الجاهزه بتاعتنا هتاخد المقاوله كلها. لا فوزيت غير ان البنك هيخش 60%. يعجبني تفكيرك، البنوك تخش واحنا نتراجع. والدعايه؟ لا دعاية احنا مستعدين نحط نص مليون جنيه. نص مليون دي تعمل ايه النهارده في الزمن ده؟ نص مليون ما مش حاجه، مش مش كيلو بسل في اي وقت. وبعدين بقى تتكلم، انت عايز تتكلم بس لوحدك. انا عشان ادير المشروع دوت مش هاخد اقل من 10% من الارباح. كتير كتير قوي، ده ذبح. انا اعرف واحد يبوس ايديكوا وياخد 5%. انا بقول ايه، ممكن نكمل كلامنا في حته تانية. ظهر ان الكافيتيريا دلوقتي بقت بتلم. فعلا بتلم. يلا بينا. انت اقعد. Let's go to my suite. Please. Hi. Goodbye. حساب. نعم. حساب ايه؟ كم من فضلك علشان انا مش شايف مش معايا الطبية بتاعتي. 180 يا فندم. 180 قرش؟ 180 جنيه يا فندم. 180 جنيه؟ ليه؟ اتعشوا ب 180 جنيه؟ ما علينا، معاك فكة 200 جنيه؟ قصدي الفلوس بتاعتي مش عارف حطيتها فين. مش وانا بس انا ممكن امضي كده عادي. طيب نمرة الأوضة عشان مش 1600 بقى. ثانك يو، ثانك يو فور ايفري ثينج. بس افتكر بقى نمرة الأوضة عشان مش دايما هيبقى المفتاح معايا. ها؟ وأشوفك في البشيش بعدين عشان الفلوس في السويت. كان المفروض الواحد يتعشى. ما علينا. سليمان، عباس، مصطفى، مش معقول الخدمة تكون أسرع من كده شوية. أمر يا فندم. عايزك تصحيني الساعة 6 الصبح من الفجرية. حاضر. إيه ده؟ إيه الزيتة والدوشة الزمبليطة اللي عندكم دي؟ فرح. فرح؟ أي سي، حد فاهم الأفراح والنيلة، بل الكلام فارغ. قول لي، فرح كبير زي ده يبقى فيه أكل؟ طبعًا فيه أكل. برافو برافو برافو. طيب ما قلتلكش. مش معقول، مش معقول. ايه العريس؟ جلدك بيضة زي البدلة. شد حيلك. يا ولد، ايه العريسة الشقيقة الحلوة؟ ألف مبروك، ألف ألف مبروك، ألف مبروك. لما أرجع أنا كنت الشاشة بسبب الظلم. بسرعة شوية مجري، ما تقعدش تمزج، لأن الناس ملهوفة على الأكل والكفاية، عايزين يفتحوا وأنت وشكوا صفر من كتر الجوع. إديني مجري وبسرعة شوية بسرعة لك هنا. يلا مين ده يا ماما؟ مش عارفة يا حبيبتي، كنا عرفت العريس. بسم الله. ها؟ لا متشكرة. ما أنا بصراحة ما بعرفش آكل لقمة وحد باصص لي فيها. كولي كولي، أنا معاك إن الأكل معفن ومحجر اتقدم في أربع أفراح قبل كده، لكن ما علينا، يلا أحسن من عينهم. يلا بسم الله. أوي تكوني قريبة صحاب الفرح ولا حاجة. لا ما تخافش. حس كده بقى نتعرف. علي بي مزر يا فندم، ماجستير تجاره، عضو مجلس اداره. وانتي؟ انا حسنيه. يعني معرفت العروسه من بعيد كده. وانا بغبائي افتكرتك قريبه العروسه. ليه؟ هو انا مشبهش؟
تشبهي مين؟ ايش جاب لي جاب؟ ايه؟ ايوه انتي حاجة تانية، العروسة منظرها زي قردة كئيبة، انتي حاجة تانية، واضح انك انسانة رقيقة جميلة. يلا كلي كلي، امسكي 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 بنت، بلاش فضايع الناس بتبصلنا. ولا اقول لك هاتي استني. ايه ده؟ عشان اولاد. لا 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 ارجوك من فضلك. وطي صوتك من فضلك. وطي صوتك، الناس كلها تخبر. كفايه كله بيلغط. الناس بتتفرج علينا ارجوك. اسكتي، هجيب لك حاجه ساعه تبلغي تزوري ولا حاجه. سونسون ده اسم الدلع، لكن الحقيقي حسناني. دي عندها 5 مليون جنيه وتحب تدعي الفقر. اسكيوز مي، كلو كلو يا بنات، ما تقعدوش تشتروا في كلام فارغ. اسكيوز مي باردون. لا حسني هانم، حسني هانم، ايه دي النيله راحت فين؟ طيب انا همشي بقى. طب معاكي فلوس عشان تروحي؟ معايا خير كساب، ولا اقول لك خلي رستم محمود يوصلك؟ طيب متشكره قوي. مين دي؟ دي بنت غلبانه ابوها بيحرس الارض بتاعتنا اللي في الدقي. حسني هانم، حسني هانم، ارجوكي بليز سامحيني، انا مش هنام الليالي الا لما تسامحيني. خلاص خلاص مسامحاك. كده حاسس ما ينفعش. ايه رايك نتناول الغذاء مع بعض بكره ان شاء الله؟ وبعدين معاك بقى. ارجوكي انا نازل هنا في عودة الفس، بس ادابه في الكافيتيريا. طيب طيب خلاص. ثانك يو ميرسي. بوني. استغفر الله استغفر الله. ايه ادخلي يلا اركبي عربيتك. يلا يا بنت وحشه. يلا نيلة. ايه ده؟ باي. يا رب يا موسى. ام متولي حسنيه، الله انت رحتوا فين؟ يخيبك بيت، كان حقك رميتي الاكل في وشه وقلت له احنا مش سعادين. لساني اتلجم ياما، اصل الفرح كان قبها قوي، الناس كلها لابسه شياكه، كنت اروح انا في وسطهم فين؟ ولو كنت برضه اديتهم له. لا ما انا اتقمصت وسبت له الفرح وجريت، جري ورايا وقعد يتاسف لي، بقى وشه زي الليمونه. اهو كده اصل الطبل صنعه. لا وانا ايه؟ سقت لك فيها واتعنطست عليه وقلت له لا فتح شوف انت بتكلم مين، ورحت جاريه وسايباه. اهو كده اللي يجي على الولاء ما يكسبش. ايما لو تشوفي البيه ده وهو شويه شويه هيعيط. ده بس ايدي ياما، بس ايدي. بس ايدك يخليبك يا بيت، ده انت علقت الراجل. انت بترغف ايه يا وليه انت؟ اعملي لي كلمه شويه. يلا فلفل الرز وسلق المكرونه. حاضر يا اخويا من عينيا الاثنين. مساء الخير متولي. ها عملت ايه يا متولي؟ مفيش خرم ابره. تصدق يابا اوضه فوق السطوح طالبين فيها خلوه 2000 جنيه. وبعدين دي الارض دي لو اتباعت هنلاقي نفسنا مرميين في الشارع كلنا. ولا يهمك يابا، بكره تفرج. تفرج منين بس وانت عد عواطلي زي خيبتها؟ الله، وهي بنتك اللي واخده دبلوم التجاره كانت لقت شغل لما انا هلاقي وفرحان قوي. انت بجه لاهلك اوعى. الله، اهو ده بقى اللي بناخده منكم. اوعى يا حسنيه ينضحك عليكي. ليه؟ لو انت مش عارفه بنتك. انا قلبي بيقول لي ياما ان قصده شريف. تفتكري كده يا بنت؟ وليه لا؟ هو انا مش بهش. انا سعيد اللي شفتك مره تانية يا سونسون. سونسون؟ مش حانت اللحظه اللي اقدر اقول لك فيها وتسمحي لي اقول لك سونسون؟ او ماله، اسمح لك. مش كفايه بقى؟ كفايه رهيب، هتفضلي تمثلي دور البنت الفقيره ده كتير؟ ومثله ليه يا علي؟ اسالي روحك، انت فاكره هتقدري تقنعيني لما تلبسي لبس مبهدل ومعفن وشرابك المقرح كل قرحه تغزي اينشتاين، هصدق انك فقيره؟ يا علي انا عمري ما قلت لك اني غنيه. شت مش محتاج ان انت تقولها لي. اي نو، انا اخر لوحدي، انا مش حمار وما احبش اكون حمار، انت مش اقل من 4-5 مليون جنيه. ارجوك كفايه كفايه. كفايه انت بقى زلتيني وتعبتيني. سونسون ما تغلنيش، انا ليا برستيجي وادي في المجتمع، انا اصدقائي مش اقل من 10-20 مليون جنيه. لا ده كلام ده انا ما احبش لا اعرف شحاتين ولا معفنين. الناس دول اللي بيسكنوا في بانسيونات وشقق ولا في عشش وخربات. سونسون
كل انسان ليه طاقه ريحته ما فينا. انت مش واخده بالك انك لو عشتي معايا. علي انا خمس دقايق وهرجع لك. اوي اوي اجلاي تيك تيزي دربري ايزي. اهلا اهلا سنسن وحشيني وحشيني موتي بنت الايه. تفضلي ارتاحي. قول لي يا علي انت عملت ايه في مشروع الاوتيل بتاعك؟ لا ماشي كويس كله على بركه الله ماشي كويس بس انا وشركائي لسه بندور على حته الارض. الله طب ما قلتليش ليه؟ ده احنا عندنا حته ارض جنان وهنسيبها قريب. ريلي؟ امال ايه؟ بتاعت بابي الباشا عبد الله باشا فرحات انت ما تعرفوش ولا ايه؟ الله اكبر ده كلام. طب انا عارفه ويا ترى قمموا لكم حاجات كتير؟ حاجات كتير قوي مش فاضل منها غير الارض والفيلا وبابي عنده عربيه. عايزين شفتها؟ لا دي غير اللي انت شفتها خالص واحده تانية. وعندنا فلوس كتير كتير قوي قوي زي الرز بنعبيهم في زكاية. ايه ده؟ فلوس زي الرز وشيرين في زكاية؟ على باباكي بيشتغل في الامن الغذائي ولا ايه؟ حلوه ريلي. انا عائلتي بقى كلها في اوروبا عشان كده تلاقيني متشتت ما بين ماريوت وشيراتون وهيلتون جرين بيراميدز مش مستقره في الحقيقه. طب ما تتجوز وتستقر. لا ده زي ما يكون بتقري افكاري. بس اوعى تعرف واحده تحيالي. اعوذ بالله الشر بره وبعيد. انا خلاص لقيتها يا سونسون. مبروك. طيب انا هضطر استاذن. ايه ده بسرعه كده؟ مش معقول. احنا لازم نتقابل تاني. الكارت بتاعي اتصل بيا في اي وقت عشان نشوف بعض. هبقى اطلبك. بونوي ماي سلامه. متر سليمان تعال يا ولد. سليمان يا ريت تلاقي لي كيس بلاستيك تلملي فيه الاكل ده بسرعه. ما تبصليش ده عشان البوبي زعنون. يلا ولد يلا اعمل لك همه. ما تقلقش عليا بقى. يا دي الحوسه بقى ده اسمه كلام يا حسنيه. قولي يا دي الخيبه. يا دي الخيبه على ايه يا اختي؟ بكره ربنا يرزقك بابن الحلال اللي يسعدك ويهنيكي. حتى لو ما رزقنيش ما بقاش مهم عندي. ادعي لي بس ياما ربنا يوفقني في الوظيفه اللي انا مقدمه لها. ربنا يا اختي يجعل في وشك القبول لاجل ما تساعدي ابوك واخواتك. مالك يا بنت بتتنهدي كده ليه؟ اوعي تكوني طبيتي. فاشر انا بس متغاظه متغاظه قوي ياما لاني ما لحقتش افش غلي فيه للاخر. كنت عايزه تسرحي بيه اكتر من كده؟ افرضي فاسك وقحت في ايده ساعتها منظرك هيبقى ايه؟ هو يعني هيشوفني فين بعد كده؟ وبعدها لك يا عاد انت هتفضل رايح جاي مستني التليفون وما تروحش شغلك لحد ما يفنوك. افهم افهم يا شحاته. انا لو نزلت حسني ممكن تثق بيا. انت مش متصور البنت وافقت تشارك في مشروع الاوتيل السياحي ولو عرفتها الناس المستثمرين هيرضوا يشغلوني معاهم. هوب على فوق. اوعى يا علي تكون بترسم على فلوسها. لا نو كلا امبوسيبل. معقولة شهادة؟ أنا بحبها حبيتها فعلا وبتمنى إنها تكون مراتي. ليه يا ربي ما كانتش عدمان وكحيانة زيي. طيب ما تصريحها بالحقيقة أحسن. لا نو كلا لما أضمن إنها بتحبني. ألو ألو أيوة هنا مكتب مظهركم للتجارة والمقاولات والصناعات الثقيلة. هو سبيكينج يا فندم. سيادتك عايز مين؟ لا مؤاخذة ده علشان يا أنا. اوعدنا يا رب. أيوة يا أوراني. إيه؟ لا ما تدقش
ده الواد على بيه مظهر، اصلك وقع يا حبتين. بنتك مركبه جمار الانذار. ما تنساها بقى يا علي وتلتفت لشغلك. والله يا ابن حلال ايش حتى فكرتني، في شركه جديده هتفتح المفروض اسرع بين عملها بوليس التامين، هيتلاقي فيها لومه ايش حلوه. ادعي لي يا شحاته. ربنا يهديك ويهدي الجميع. انا نازل. خدني معاك، انا رايح كليه. ايه ده؟ انت كان انت يا ولد يا مغفل تنزل جنبي انا علي بيه مظهر وانت ماشي بالشرز ده كله خروم؟ معلش ماني خلاص جدتي نحاسه، ما بقتش احس بالبرد بقى. ولد انا ما بكلمكش البرد، انا بتكلم انا مظهرك العام، هيئتك قدام زمايلك الطلبه في الكليه. انا ما تهمنيش المظاهر الفارغه دي، كل خرم من دول وسام على صدري. ايوه انا ليا الفخر، بس خلاص انا ليا الشرف، خلاص انني اسعى جاهدا لكي احقق مستقبلا رائعا. بقول لك ايه، اسكت اتنيل اتكتم، بلاش محاضرات وخطب الصبح بتشائم. يلا ورايا. يا ست انت اشربي شويه ميه من الزغطه اللي عندك دي، امشي قدامي خلصني. شويه ضمير يا ناس، شويه نظام مش معقوله. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. علي بيه مظهر يا فندم، ماجستير تجاره ومجلسي ده. يا فندم خلصت؟ كنت عايز اقابل المدير بخصوص بوليس التامين على الشركه. فوت بوك. ارجوك انا فردك دي فيها لقمه عيش حلوه بالنسبه لي. وبعدين بقى ما بطلناش. طيب ممكن تقول للمدير ان انا جاي من طرف سونسون هانم؟ نعم سونسون هانم. ايوه بنت عبد الله باشا فرحات. باشا؟ طب اتفضل سيادتك سرايح وثانيه واحده. قلت لحضرتك مين؟ علي بيه مظهر قلناها، يلا بسرعه مش فاضيلك. طب ثانيه واحده. معقول الكلام الفارغ ده والتسيب؟ معقول؟ معقوله؟ حسني هاني؟ علي بيه؟ فرصه سعيده. ميرسي. انا اصلي جيت هنا علشان اوصي على ولد غلبان ما فهم يشتغل هنا، اصل المدير صاحبي قوي. امال انت هنا بتعملي ايه؟ انا برضو كنت جايه عشان توصيه. ريدي. طب اتفضلي سريعي قبل ما الولد السكرتير يطلع، اخليه يدخلك انت الاول. لا والله حضرتك انت اتفضل الاول. نعم. لا ما انا دخلت خلاص وخلص الموضوع. انا كمان ممكن افوت في اي وقت تاني يعني. طب احنا واقفين ليه؟ ما يلا بينا يلا بينا يلا بينا. يلا يلا بينا. يا فندم يا حضرتك يا استاذ. شهادة ولد انت نيلة سواق، مفيش فايدة برضه غير العربية. يلا نركب عربيتك. لا ما اصل انا برضه السواق بتاعي خد العربية. على والله اذا كلهم كده بقى المهم نستناه. لا ده بدل ما جاش لغايه دلوقتي يبقى هو خد العربيه وروح. اصل انا كنت ناوي اتمشى شويه. ماشي والله فكرتيني، بقالي سنين ما اتمشيتش. ما تيجي نتمشى شويه؟ يلا بدل ايه. بالمناسبة أنا النهاردة هبلغ شركائي وأقابلهم اللي بيشاركوا معايا في مشروع الأوتيل وأبلغهم إنك أنت تشاركي معانا في هتلر بتاعتك. ايوه بس ايه ده ريس ليه حمار يا نيلة؟ ده مشروع هيكسب كتير. انا ما يهمنيش الفلوس يعني. امال ايه يا نيلة؟ واشمعنى اوتيل يعني؟ ليه ما يكونش مشروع اسكان شعبي مثلا يخدم الناس الغلابه دول اللي ساكنين في عشش وخرابات؟ نو ريلي؟ في حد ساكن في عشش وخرابات؟ بشرف في محد قال لي. ومع ذلك ما دام دي رغبتك خلاص انا شخصيا هعرض عليهم مشروع الاسكان الشعبي بتاعي. بس ارجوك يعني بلاش تجيب سيرتي دلوقتي قدامنا. اي نو بتخافي من القر، فاهمك يا حماره. امشي. انا احب البساطه، ما اكرهش قد المظاهر الفارغه. زي تمام يعني انا اللي شوفني ولا لي انسان عادي خالص. فعلا يمكن اقل من العادي كمان. زيك برضو اللي ما يعرفش حياتك يقول انك لا غنيه ولا بنت ناس. نعم نعم يا سعلي. ليه هما الفقراء مش ولاد ناس؟ ايوه لكن ايه الداعي انك تتزعلي بالفقر للدرجه دي؟ هيكون ليه يعني؟ علشان ما حدش يطمع في ثروتي طبعا. عندك حق، الحمد لله اني عجبت بيكي مع اني كنت فاكرك كحيانه وادمانه. صحيح يا علي؟ يعني لو انا كنت فقيره فعلا كنت برضه. طبعا يا حماره طبعا، انت عندك شك في كده ولا ايه؟ بصراحه انا ما كنتش ناويه اشوفك بعد النهارده، بس من دلوقتي بقى انا عايزه اشوفك كل يوم.
وانا كمان يا سنسون. ولو ان هيبقى عندي ظروف تمنعني اشوفك لحد اول الشهر. ما علينا. ممتاز يا حبيبي يا ممتاز، ازيك يا ممتاز؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده؟ ايه المقابله الزفت دي؟ انا جاي لك علشان تستغل مواهبي علشان تكسب من ورايا. انت في حد قال لك تقعد؟ فانزل قوم. انا ما عنديش وقت اضيعه في الوقت مع اللي زيك. انا جاي علشان اقول لك على خبر هيسحقك. انا داخل في مشروع ضخم يا ممتاز، هبني 10,000 وحده سكنيه لمحدودي الدخل. ازاي؟ انت عندك مكتب؟ ليك خبره بالمشاريع او الصفقات؟ عندك اي نفوذ او اتصالات؟ كل ده هيحصل. والاهم من كده يا صديقي، لا اخفيك سرا ان انا معايا شريكه هتخش بالارض. انت نكتك بقت بايخه وهزارك بقى سخيف. ولد انت نيلة، انا ما بهزرش، انا بتكلم حقيقي. في مليونيره اعرفها، صحيح ما اقدرش اسرح باسمها حاليا، انما هي مدياني كارت بلانش اتصرف زي ما انا عايز. اجري يلا العب بعيد، يلا يلا. ايدك ما تشوهش. ولد يا ممتاز انت حمار، انت ليه غيور؟ فاكرني يا حمار ان انا هخطف المستثمرين بتوعك دول زباله؟ انت فاهم انك تقدر يا حيوان؟ ما تعمليش بقى كده عشان اخرم لك عينك. الو؟ اهلا يا سرحان بيه، صباح الفل. طبعا طبعا اعرف رفعت بيه. مش ده اللي كان وكيل وزارة؟ ايه ده؟ مات؟ ده خبر عظيم. لا لا اكيد حاجة، ما دام سعادة الوزير هيبقى هناك على الأقل عشان نتكلم في المشروع. متشكر قوي يا سرحان بيه. يا سيدي شكرا. أوروفار، باي باي. ممتاز اتأخر. احنا اللي جينا بدري. سيادة الوزير لسه ما جاش. شوف مين اللي هناك. بقى في حياتكم، تفضلوا سريعا، تفضلوا سريعا. شدوا حيلكم، ربنا كبير. الوالد برضو اللي توفى؟ صغير، اتخطف. سيادة الوزير وصل؟ لا لسه وصل. ما تقلقوش، هو على وصول. على وصول. عملت الترتيبات اللازمة؟ كله تمام. الحمد لله. عايز أول ما سيادة الوزير يوصل، مش عايز بقى تلويش حواليه والناس تجري عليه والحاجات دي والزيت والزمبليتا. لا، عايز نظام ودقه وسرعه وتنفيذ. نظام، اتفضل سريع. الباقي في حياتك فنان. الباقي في حياتك، الباقي في حياتك فنان. الباقي في حياتك، الباقي في حياتك، الباقي في حياتك فنان. ابقى هات كرافته سودا. مش معقول. لا خلاص تعبت، ايدي خدلت بصراحه. اوه سرحان، سرحان بيه. خليك مستريح ولا عادي، خليك مستريح. انا حموده بيه. شد حيلك. استريح 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 يا ولد. الميت قصدي سياده الوزير. ابتسم سياده الوزير. خليك مستريح. اتفضل يا فندم، شرفت. اهلا 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 يا يوسف. اهلا اهلا حبيبي. اهلا اهلا اهلا، شرفت. بيه في حياتك. علي بيه مزر يا فندم، ما نجيلكش في حاجه وحشه. المفهوم كان عارف عارف انت هتقول لي يوسف. اتفضل نقدم العزاء لاسره الفقير. اتفضل يا فندم، اتفضل. بيه في حياتك، بيه في حياتك، بيه في حياتك، بيه في حياتك. جناح ايمن، قصدي الاستاذ ايمن ابن المرحوم. شد حيلك. اتفضل يا فندم، اتفضل سيادتك. تفضل يا سيادة الوزير، تفضل. ايه في حياتك يا شو؟ كان في موضوع كده بالنسبة لأسرة الفقيد، عايز اطمن على المعاش وعلى بقية مستحقاته. ده حتى سنسون هاني مهتمية بالموضوع ده جدا. لا ما تعملش هم، كل شيء ماشي مظبوط زي ما انتوا عايزين، وانا باب مفتوحلك على طول في أي وقت. شايف علي بيه بيعمل ايه؟ ده لقطة، ما تسيبوش، مش هسيبه. شوف احسن لنا علي بيه مظهر. شوف طلبات علي بيه مظهر ايه وبعرضها عليا فورا تحت امرك. ما تنسانيش يا حسنين. خلي بالك من شكلك عشان انتوا مشاغلكم كتير. اهلا يا جو. اهلا. معلش مش عارفين نعمل الواجب، لا في بوتيفور ولا جاتو ولا اي حاجه. ثانيه واحده يا سيادة الوزير، اتفضل. لا حول الله. اقعد اقعد يا حموده. ايه ايه ايمن، ضرب الاخماليه، الراجل مش فاضلكوا. يلا طلع الميت بسرعه بسرعه، يلا يلا. مش معقول من غيري كنتوا عملتوا ايه؟ اتفضل يا ست الوزير، الميت طالع. اتفضل طالع على طول. علي بيه الممتاز بخصوص سيادة الوزير. مش وقت وميادين بعدين. طب قابل سيادتك فين؟ مكاني معروف في النادي في اي وقت الصبحية. انا اذنكو. لما اجيب لك مفاجأة يا علي، انما ايه؟
بس استنى لما اقفل الباب. احسن العالم اللي هنا كلهم حراميه منور. لا ما تخافش، كلهم متعودين يشوفوا معايا فلوس كلها وشها. انا قصدي يشوفوا اللي معايا. انت جايب ايه؟ حبه مش فلاح انما ايه؟ مش طب اتنين على عينك ما تلخبطنيش. 910 920 930 مد ايدك مد ايدك يا علي كل خير كتير يا علي. قول انا قريت بحث خطير في الكليه بيقول لك انهم في اوروبا بيستخدموا العلم الحديث في تطوير المحاصيل الزراعيه. 1120 يعني تتصور؟ طب ما البطاطسايه تبقى قد البطيخ ولا الكوسايه تبقى قد الشمام. ما هو ده الحل الوحيد عشان العالم ما يحصلش فيه مجاعه. خليك انت في المشي ابو دود بتاعك، افضل الهط منه، الحس 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 لغايه لما تعفن وتقشف ومخك يتلهس. انت بتتبطل عن نعمه. يلا شيل 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 الزباله. طيب بكره تشتهي المشي دي وما تلاقيهوش. وحد يلاقيه ده مربى. انت ولا يمينه تعالى امسك يا شنك. طب بعتش بفلوسك. ما هي دي فلوس يا حمار، هتفضل فلوس لغايه يوم سبع في الشهر. طب شيل وبطل منظره لما تبص تلاقيها طارت. الفلوس ما بتطرش. ما انت لو كنت قريت الكتاب ده تعرف ان القاعده الاساسيه بتقول ان الفلوس تجيب فلوس. طب ازاي بقى؟ افهم، انا مش هصرف ولا مليم، انا مجرد اطلع الفلوس دي قدام سونسون هتنبهر تثق فيا تديني فلوسها اشغلها لها وهوب انا فوق. سونسون وهوب تبقى فوق؟ طب فوق وهات بدلتك من عند المكواجي قبل ما يقفل. انت تروح تجيبها لي يرضيك برضه شهادة. انا قالي بي مزر امشي في الشارع بيجي الباب ممزق. ايوه دين ولد ماشي بشماعة. يا ساتي يا رب، ايه يا ريس ده؟ تعالى اسف، تعالى تعالى عليا. هات هات يا ساتر يا رب، مش قلت لك حاسب فتيت يا فالح؟ انت بتفهم في ده؟ اسباني اسباني يا المكوجي. هات يا ريس اكسل ودرايف اكسل وهات. يا ساتر يا رب، بقول لك اكسر العجل مش تكسر في العربيه. استنى بقى ما دام مش عارفين تسوقوا بتركبوا عربيات ليه؟ انت فين من الصبح؟ انا واقف وعمال اقول لك حاسب حاسب. خدها بقى واركنها في اي جهه. حضرتك هتاخر كتير؟ اربع خمس ساعات. برافو كويس يا دوب. خد عشانك. والله لقيتها قدامي قلت نقطة خدتها. تفضلي تفضلي روحي. أقدم لك حسنية سوسو هانم بنت عبد الله باشا فرحات. أهلا وسهلا يا هان. أقدم لك شحاتة. ده السواق بتاعك أكيد. أيوه. إيه دايما دي؟ بس بعامله كما الأخ. عشان كده قلت له اقعد قدام. بلاش برطمة وإيدك هتركسيون شيل فرامل. يلا. هنروح على فين؟ ركزنا على المحلات عايزين نشيل شوية حاجات. حاضر. مساء الخير. أهلا حاج. مساء الخير. جزاك الله خير. امسك الشهادة عشان تلم ورايا. لم ورايا. تعالي يا مدام حسنية. قصدي مدام حسنية. تفضلي حسنية هانم. مساء الخير يا فندم. جزاك الله كل خير. كنا عايزين شوية حاجات كده. عندكم برفانات حريمي؟ أيوة يا فندم، كل حاجة موجودة. بس بتاعت برا. في برا وفي مصر. بتستخدمي إيه برفان يا حسنية؟ أنا عارف عارف عارف، دي حاجات ما بتلاقيهاش هنا في مصر، أنا عارف. من فضلك عايز كل البرفانات الحريمي والرجالي بتاعت برا، هاتي لي 12 دستة. علي علي. حاضر حاضر يا شحاتة. وشوفي لي أي أسانس أو بودرة تلك علشان الولد شحاتة برضه. طنط ماما بتحط مناكير، هاتي لي دي. بس يا بنت أنا فاهم، أنا بقول لك ما تحرجيش، عايز دستين من دول. وشامبوهات شامبوهات بتاعت علي. علي شوف
بس بس تدري عشان هين تدري تدري لميلي شويه حاجات. الفرش بتاع الحمام، فرش الحمام ده مهم قوي في البيت. تحبي الالوان؟ لا اصل احنا الحمام عندنا باركيه كله الحقيقه. اي شيء، ما هو ده بيتفرش على الباركيه. بيتفرش شحاته. نقيلي انا ذوقك كذا لون. يلا يلا يا حسنيه. يلا ما تسمعنيش. يلا لمي لمي، لا انت بتفهم في الحمامات ولا عمرك دخلتها. لم يا ولد. الفساتين بتدوري على الفساتين؟ لا ابدا يا بنت. معقول انت دلوقتي عشان تلاقي؟ مش معقول. مادموزيل مادموزيل اتحركي شويه، الزبون على حق حتى لو كان غلطان. مش معقول كده. في عندكم فساتين غير دي؟ لا بصراحه دي اللي موجوده بس. بس احسن خلاص، كفايه دول. عايزك تلفي لي الفساتين دي كلها. دول كتير قوي يا عادل. علي ده يا علي. اتفضلي انت على القسم الثاني. اتفضلي. يا علي هتدفع ازاي يا علي؟ عمار اسمي يعني بيه مظهر يا معفن. انت مالك ادفع ازاي؟ انا هتصرف، مش هدفع ولا هنيل. اعوذ بالله عليك. ها حسنية المأكولات. طبعا عندكم المأكولات دي مليانة في الفيلا. انما لو عايزة اي دي ساعات بتبقى شحة من السوق. ايه دي عارف؟ دي اكل قطط وكلاب. علشان وانت بتاكلي القطة بتاعتك او الكلب بتاعك تفتكريني. شحاتة خليك مع حسنية هانم، شوف طلباتها كلها لمها. وانا البال محاسب. حسنية خلي بالك لان شحاتة معفن ايده طويلة شوية. خلي بالك. حاضر حاضر قدامي. يلا اتفضل. متشكر متشكر. تعالي يا حسنية خشي تعالي. دي عايزة تاكله دي. انت يا ولد هتعفني الفيلا. اطلع برا استنى في العربية. يلا درايفر سواق. خلاص يا ريس تشكر. جزاك الله كل خير. هنعمل بصة بس. ايه رأيك؟ مش بتاعها مش كده؟ بس العش طبعا كل ده هيترمي في الزبالة وهنجيب عش تاني أرقى. انا تاني علي يعني الحياة بسيطة احسن يعني. بسيطة انما الفقر انا ما احبوش. لانك ما عرفتوش. ومش عايز اعرفه. بس يا علي في ناس فقراء كتير بيبقوا ناس كويسين قوي. غريبة، وانت تعرفيهم منين يا حسنية؟ لا ما هو اصل الفقراء دول بيجوا عند بابي ياكلهم يعني وكده. اي نو اهو قلبك الكبير ده يا حسنيه هو اللي خلى عندي امل اني قصدي خلاني احبك. هسألك لغاية باب الفيلا. لا فيلا ايه يا علي؟ اصل انا بحب اتمشى. طيب كنت على الاقل هتعرف على عبد الله باشا فرحات. بعدين ما انت هتتعرف عليه بكره كتير. طيب ما تنسيش ميعادنا بكره في النادي عشان اعرفك بالناس المستثمرين. طيب حاضر. بونوي. مع السلامه. باي باي. باي باي. خلي بالك من روحي. امشي على سيف يا بنت. على فين؟ يعني على فين؟ هتدلعنا شيلتون. اطلع البنسيون يا حمار. والله لا غيرك. علي بيه مظهر موجود؟ لا ده صاحب ساب الاوتيل. اصله اشترى الحاجات دي من عندنا وقال لي يجيبها له على هنا. طيب سيبها هنا انا صاحبه حوصلها. بس هات ايه ده؟ 1000 جنيه؟ طب كان يجيب لها حاجه فيها فايده. يا لهوي انت ايه اللي خلاكي فتحتي ده؟ ياما حرام عليكي هتموتيني كمان. إيه؟ بتاكلي منه؟ امال ايه ده؟ في ايه؟ ده اكل قطط وكلاب. كلاب؟ الراجل ده عايز يهزقنا. لا ياما الراجل ده فاهم ان احنا اغنياء وعندنا قطط وكلاب بنربيهم. انا اللي عايز اعرف الجدع ده بيقدم لها هدايا بمناسبه ايه؟ ما تصبر يا ابو حسنيه مش جايز يتقدم لها. جات كل بلاوي نسوان عقلك وزينخ. قال يتقدم لها قال. وليه بقى القباحة وطولة اللسان دي بقى؟ سناك اطمن يابا، المصيبة انه عايز يتجوزني فعلا. ودي تبقى مصيبة يا وش الفقر. يا اختي مصيبة، هيتقدم لي فين؟ في الخرابة اللي احنا عايشين فيها؟ وهي الخرابة دايما لكم؟ ما تفوقوا بقى، دي لو اتباعت هنبص نلاقي نفسنا تاني يوم في الشارع كلنا. مش هيحصل. اللي يجي يشتريها نقول له صاحبها ضارب في العلالي وطالب الشيء الفلاني
ونسوق عليه الرزالة لحد ما نطفشه. يعني ده جزات الناس اللي سابونا متوهين فيها من ساعة بيتنا ما وقع. الله، ما احنا بنحرسها. ما تفرحي قلبي يا بيت، مش يمكن عايز يتجوزك؟ لا ياما، الأغنياء عمرهم ما بيتجوزوا الفقراء إلا في أفلام السيما وبس. انت نسيت احنا مين؟ أما بنت كلب صحيح، احنا مالنا يا أختي؟ ده احنا أشرف من الشرف. يا أختي ما تتحمقيش قوي كده، هما الشرفة بيكذبوا؟ ده لو عارف حقيقتي عمره ما هيبص في خلقتي. يا ريته كان فقير زينا. يبقى خلاص، ما تقابلوش بعد النهارده، مفهوم؟ يا أستاذ، راح فين سيادتك ممنوع؟ معاك كارنيه؟ طبعا ما كارنيه، بس يظهر نسيته في البلد كمونين مالي ما. لا يا أستاذ ممنوع، لازم الكارنيه. ممنوع يعني إيه؟ عمر انت مش عارف انت بتكلم مين. انا علي بيه مزهر. ان شاء الله تكون علي بابا. والاربعين حرامي بتهزر معايا قدام الناس. انا خطيب سلسل هانم. سلسل هانم؟ اسف يا بيه، اسف. اتفضل يا بيه، اتفضل ولد. اتفضل اسف. يلا روح شوف شغلك. مش معقول، معقولة انت خطيب سلسل؟ خطيب سلسل. مش ده علي بيه مظهر؟ بس وبعدين قمت ماسكه وبهدلته، قمت له شويه بهادل ما حصلتش. ايه ده؟ وده ايه اللي جابه هنا كمان؟ ده الظاهر له شعبيه هنا كمان. شعبيه ايه بس؟ اذا كان هو اساسا ما بقاش عضو هنا في النادي، مفيش داعي ان احنا نبص له عشان ما يجيش يدال. انا مش فاهم انت خايف نتكلم معاه ليه؟ انا خايف؟ طب انا هندهولك على الاقل عشان نضحك عليه شويه. اتفضل يا علي بيه. شريه ممتاز، معلش مش فضيله كويس مع فتيات النادي، بديهم جرت حنان. تعالى بس، تعالى خمس دقايق مش هنعطلك. فكروا كويس، انا ممكن اديكم معوله البنى وما عنديش مانع تشاركوني، وكمان عندي اللي يخش قطعه الارض. مين اللي يخش بالارض بقى؟ المليونيره المعروفه سلسل هانم، اكيد سمعتوا عنها وتعرفوها. سلسل؟ انت تعرف سونسون انت؟ اوف كورس، زمانها جاية وهعرفها عليك. انت مش قلت لنا ان سونسون دي صاحبتك؟ طبعا طبعا، مع انها عمرها ما جابتلي سيرته حقيقي. ريلي انا اقطع دراعي من هنا لو كانت عمرها شافتك ولا حتى كلمتك. ليه العقد دي ممتاز؟ ربنا هيوفقك وتتجوز واحدة احسن منها، قصدي اقل منها بكتير. الواد ده كذاب كذاب، صدقوني كذاب، انت جرثومه وحقير. احترم نفسك يا ممتاز. بقى معقوله سونسون تعرف الاشكال دي؟ اسمها حسني هانم، انا بس اللي ولاية سونسون. هكسرك. انت حيوان، ده جر لازم اموته. جرهيه ممتازه يا اخي، احترم وقفتي يا اخي. انا طرطور في وسطيكم. طب بلاش عشان خاطر سرحان بيه، عشان خاطري. احترم نفسك يا ممتاز، انت في مكان محترم. انت اللي هتعلمني الاحترام. عيب تغلط يا ممتاز، علي بيه مهما كان صاحبك. صاحبي منين؟ انتوا عايزين تجننوني؟ انتوا عارفين ده مين؟ ده ابن عم فجله الجنايني، الخولي بتاع فيلتنا. اشاعات مغرضه، كل البلد تعرف ان عيله مظهر نصها مهندسين زراعيين تخصص فيلر. وافرض حتى انه من اصل بسيط، ايه يعني؟ الراجل ما يعبوش الا جيبه، مش مهم. انا عندك ابويا مثلا كان ايه؟ كان زارع ببطاطا، دلوقتي بقى ايه؟ حاجه تانيه. ايه بقى ايه يا حموده بيه؟ مات الله يرحمه. اللي اعرفه انه لما بينزل السوق ويشتري شويه حاجات هايفه ما بيصرفش اقل من 1000 جنيه. مظبوط. وحضرتك عرفت منين يا سرحان بيه؟ اصل الحاجات اللي انت اشتريتها جات لي عندي في الاوتيل وانا دفعت الفاتوره. يبقى عليك العوض في فلوسك، ده شحات مش لاقي ياكل. اكسكيوز مي، انا اخلاقي ما تسمحليش ان انا اقعد مع واحد جربوه زي ده. اخلاقك يا ابن الخولي؟ طب سيبوني عليه. ده يا ممتاز، لو انت راجل ادفع اللي عليك يا حرامي يا نصاب. بدل سرحان بيه، ادي فلوسك ايه؟ 1000 جنيه دي المليم. ده اكيد سرقهم. بقول لك نصاب، ما حدش يسيبه، اكتفه من رجليه التور الهايج ده. بعدين بقى انا هسيبه يضربه. ما تنزل. تعالى يا جبان. كفايه كده يا ممتاز، انت فضحتنا. ايوه انت فضحتني يا ممتاز، فضحتني. الو؟ ايوه ممتاز، تتكلم منين؟ هلا، ومالك عصبي كده ليه؟ انت صحيح اتخطبتي لواد اسمه علي مظهر؟ انت جننت يا ممتاز، ازاي تصدق اشاعه زي دي؟ هلا، انا معقوله اتجوز جربوه زي ده؟ ليه؟ من قله الرجاله؟ انا قلت برضو انك انت مستحيل تعملي حاجه زي دي. وشكله ايه الزفت ده؟
عنوانه ايه؟ ساكن فين يعني؟ ويبقى فين بنسون الزفت السعادة ده؟ ها؟ ها؟ طيب طيب، بس لما اشوف خلقته. باي باي. أكيد سونسون عرفت عني حاجة، وعشان كده ما رضيتش تيجي معانا. الأحسن أعترف لها بالحقيقة، يمكن أصعب عليها وتسلفني عشان أسدد فلوس الهدى. أنت يا نيلة، قصدي يا أستا، ما تعرفش ولاقي فيلا عبدالله باشا فرحات فين؟ امشي كده على طول في الشارع يعني، نسأل بتاع الكشري اللي هناك. شكرا، خليك في شغلك، تسمع ولا؟ شيل السلكة عشان الكربراتير. سلك عشان الكربراتير غشيم، ما تبقاش غشيم. ايه في ايه يا استاذ؟ شد السلكة. هي ناقصاك؟ شد السلكة ولا انت؟ يا عم سيبنا في الوقت. قولي يا حاج، ما تعرفش فيلا عبد الله باشا فرحات فين؟ احنا هنتريق. انت عايز ايه بالظبط؟ لا ابدا ولا حاجة، عايز طبق من اللي عندك ده. عادة ولا مخصوص؟ عادة، انا منزل عادة برضو ميز. طب حلمك عليا، ما تزوقش. خد. متشكر. مصيبة لسونسون هانم تشوفني بعربيتها هنا تبقى مصيبة. بيفكرني بشحاتة المعفنين في سكتي، أو شحاتة ده مصير شحاتة. كل. يا حاج، الأرض دي للبيع؟ معرفش. عندك اليافطة بره فيها نمرة صاحب المال. اضرب له واسأله. كنت عايز اعرف بس المتر يسوى كام هنا؟ ب 1000 جنيه يلزم اي خدمه؟ لا لا، رخيص 1000 جنيه، انا عن نفسي ممكن ادفع لغايه 2000 جنيه وكاش ماني كمان. طب ابقى بالبريزه بتاعت الكشري. نعم؟ بريزه. ايه ده؟ ايه ده؟ الولد ممكن يجي له حاله خطيره من التسمم، ممكن يطلع له حصو في معدته. بس يا وائل، ايه الكلام الفارغ اللي انتوا عاملينه ده؟ سايبين الدبان يقف على الكشري، انا ممكن اوديكم بداية واتصل بالصحة. انت عاوز ايه بالظبط؟ حبة ضمير، حبة انسانية، حبة ذوق. نعم. حبة صلصة ويتوسع. طيب. كل يا شحاتة، كل، الله يمسيه بالخير. عايز صلصة؟ يا ريت بس بسرعة. حاضر يا وائل، حاضر، هديلك. ايه ولد يا حمار انت؟ كل دي صلصة. ايه صلصة كتير؟ زيادة لزوم يا معلم. ايه ده؟ يخرب بقلكوا. ده امسك يا وائل، امسك انت كده. غلطتوا. لا ده كتير، ما تكفش يا وائل يا معفن. انا هوديكم في داهية، اديني رخصك بسرعة. عايز الرخص؟ بسرعة. اديله الرخصة يابا بسرعة. انا واني امسكوا يا ولد. انا اديله، خلص عليه. ورد ايدي، دراعي تحت دراعي. يا حسين، ودي يا غاز، ودي يا حليم، هدول ايدي الهار. اخوكم بيتكلم. اسمع ولا طبعا. ولا طبعا. يا ولد ورا. والله لا، اخوك بيتكلم. ايه اللي بيتعب هنا؟ يخرب بياتكم. متشكر، كتر خيرك، جزاك الله كل خير. حسني يا هانم، معقول الكلام ده؟ اوعى انت. هو مين اللي علي بيه بك؟ انا فندم علي بيه مظهر. ايه اللي عملتوه ده يابا؟ ايه اللي عملتوه ده؟ مش كنت تقول من الاول قبل ما نبهدلك البهدله دي؟ حسني يا هانم بنت عبد الله باشا فرحات. تعال يا علي، تعال معايا وانا هفهمك كل حاجه. تفهميني؟ تعال تعال. مش كنت تخف ايدك شويه يا ابني المفتريه؟ ما تزعلش يا ابني، اللي ما يعرفك يجهلك. معلش يا كنتيسه. لحول الله يا رب. معقول يا ناس؟ ده ولا الروايات. انا اسفه يا علي. هي دي ليلى؟ ليلى المحترمه يا بنت البهوات والبشوات؟ ليه كتبتي عليا؟ ما تعيش عيشة أهلك. لو كنت قلتيلي إنك من عيلة مودمة أو بسيطة أو كحيانة أو صدمانة، لو قلتيلي إنك بتكافحي كنت احترمتك. أنا ما كنتش ناوي أضحك عليك، أنت اللي اضطرتني لما اتكبرت عليا يوم الكافيتيريا. أنا ما اتكبرتش عليكي،
انت سابتي عليا. ما ده اللي جرحني، ده اللي خلاني اتشك في لساني وابشر عليك. ما كنتش اعرف اني هشوفك تاني، ما كنتش اعرف اني احبك. واتكسف اقولك. تقومي تسيبيني لحد لما تصدم فيكي؟ انا بعت لك جواب قلت لك فيه كل الحقيقه. لا، بعتولي فين؟ على الاوتيل. لا يبقى هيوصلني. عموما كويس انك عرفت الحقيقه في الوقت المناسب قبل ما تتورط. مناسب ايه؟ انت الاخرى انت مش عارفه ظروفي اودي وشي فين من الناس المستثمرين. شفت انك لا يمكن هتسامحني. لا لا يا حسنيه، ما تفهميش غلط. انت فاكره ان انا منتظر فلوسك ولا محتاجه؟ انا قبل ما افهم اني غنيه لا مؤاخذه يعني انا حبيتك. لا يا علي، لا ما تضحكش عليا، ما تضحكش عليا. لو انت كنت كدبت عليا بالشكل ده انا كنت هتقرضك طول عمري. يا حماره يا حماره، احنا كلنا ولاد حقوق ادم. انا هقول لك الحاجه، انا نفسي لا مؤاخذه يا علي، اللي ما يعرفك يجهلك. واحنا لا مؤاخذه ناس جهله وبهايم كمان. بعد عنك. وادي راسك اهي. حقك عليا، حقك عليا. خلاص انا سامحتكم كلكم، انتوا الاسره والزئرد الصغيرين جميعا. تنتم حسنية ما اضربي لك ضربه بالمغرفه وابعتي لي طبق كشري. حاضر يا حبيبي. لا وربنا، الا بعيد انا من عيني دي ومن عيني دي. تسلم، خدته قبل منك. اهلا يا حسنية، شم يا روحي دي من صلصتكو. انا مش فاهم، تصرف 1000 جنيه في 4 ايام ويا ريتك جبت حاجه تنفع. انا ناقصك انت الاخر ده، بدل ما تهب بتفكر معايا ازاي هسدد المبلغ ده للشركه. اسمع، ازمتك دي ملهاش غير حل واحد، مفيش غير. قول قول يا اينشتاين. اولا تشتغل شغلانه ثانيه بعد الظهر عشان تحسن دخلك. نعم ماشي، موافق، امر الله. ثانيا تضغط مصروفاتك عشان توفر وتسدد اللي عليك. يا ريت، بس اوفر ازاي؟ تعمل زي اي واضع لنفسي برنامج تقشف مدروس، يا ريتك تمشي عليه. تحلق دقنك مرة واحدة في الأسبوع علشان توفر لمواس. تمتنع عن شراء الهدوم وترفي القديم. تمشي علشان توفر حق المواصلات. تمتنع نهائيا عن شرب القهوة والشاي والفسح نهائي. الأكل، توفر طقتين وتاكل طقة واحدة في اليوم. تبقى عيشة، أنا كنت أطقة أموت. ثم ما تنساش إن أنا لازم أظهر قدام حسنية بمظهر شيك. الكذب خيبة وصفتك شيك. لا بلاش الكلمات دي يا شهادة، بلاش بتشائم. أنا يمكن أسمح اليوم ده يجي أبداً. أنت مش متصور البنت وأهلها معلقين عليا أمل إزاي. عشان كده لازم أعمل المستحيل عشان أساعدهم وأطلعهم ورقيهم وهوب يبقوا فوق. طب رأي نفسك الأول، امسك خد خليها وروح شوف لك شغلانة. فين؟ أنت شيلها لي بس بعيد عن الجرس. اسمع يا علي، أنا خلاص هكلمك المعلم صاحب معمل الطرشي اللي أنا بشتغل فيه بالليل. طرشي؟ ماله طرشي يعني؟ حتى الشغل اللي بيجي من ناحيتك معفن زيك. أنت معفن وكل حاجة معفنة. قول لي طمعت والله، بنسيون السعادة فين لو سمحت؟ أيوه تاخد شمالك. استنى أنت نيلة، عايز إيه من بنسيون السعادة؟ أنا مقيم فيه شخصياً. أنت تعالى. أي خدمة يا فندم؟ أنت ساكن في البنسيون ده؟ طبعاً، علي بيه مزري فندم، ماجستير تجارة وعضو مجلس إدارة. هو أنت؟ طب تعالى تعالى اركب. ايه حضرتك تعرفيني؟ اعرفك من زمان قوي. ريدي اركب. حاضر. انت ولد يا معفن، تعالى. حضرتك تعرفيني من زمان؟ اعرفك من زمان قوي. سامع يا حمار، روح بلبط في الترش بتاعك. انت هتروح فين يا علي؟ ده مالك انت، امشي دلوقتي على البيت يا اسطى. حاضر. باي باي بقى يا شهاده، باي باي يا حمار. ليلة ليلتك يا عم. ايه حكايتي كلها يا زوزو؟ وانا ايه اللي يثبت لي ان دي الحقيقة؟ انا لو كنت اعرف ان المليونيرة اللي بتحبني ابوها بتاع كشري كنت اتنيلت روتي نايت بابنا دي جزيرة ولا عتبته من اصله. خلاص خلاص سيبوه. لا في ارضك انا تريت يا زوزو. مش الكلاب يا اخي، انت يلا يا عثمان. نزل ايدك يا حمار، انت وهو انتوا الاثنين شبههم شبه الكلاب. مربيه اسدين عندك بتاكليهم ايه؟ طب كنت اتبنيني انا. طب يلا 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 بره. ايه بره؟ انا علي بيه مظهر امشي بالشارع بالشابونيز.
يا عثمان. انت يا عثمان يا حمار. ايوه استهان. شوف لو عندك بدله قديمه بس من غير اكلام. حاضر استهان. انا مجنني انك بتجيب سيرتي في مشاريعك دي. ما انت فتحي مخك معايا واستغلي ذكائي وافكاريتي في المشروع الضخم اللي انا دخلت. ايوه خالص حسك عينك تجيب سيرتي مره ثانيه. انت تخرج من هنا واوعى اشوف وشك تاني واوعى تعدي باب النادي ده. مفهوم؟ اتفضل يا حمار. ايه ده؟ جايب لي بدله بفتحه واحده؟ مفيش بدله بصفين يا حمار. اتفضل يا بنت اسمي. الهان فوق. لحظه واحده انتهى. اتفضل. دلوقتي هتأكدوا انها عمرها ما شافت الجدع اللي اسمه علي بيه ده ابدا. ده ولد كذاب نصاب. معقول؟ معقولة سونسون تعرف ولد جربوع زي ده؟ هتتأكدوا بنفسكم دلوقتي. مساء الخير. مساء الخير. هو ده اللي اول مره تشوفه. انت فاتح على ايه؟ اهلا يا ممتاز. ممتاز خلاص خاينه وكتابه. ممتاز. سيبك منه سيبك منه. سوسن هانم قدم لك سرحان بيه وحموده بيه من اعز اصدقائي. انا كنت كلمتك اليوم يا جماعه. اصل ده متاسفين يا فندم ان احنا جينا في وقت مش هو. احنا لو كنا نعرف ما كناش جينا. لا مطلقا ابسوليوتلي. لا يا جماعه انتوا فاهمين غلط. مطلقا مفيش بيني وبينها غير كل صداقه بريئه. اسكت انت كمان متاكدها؟ يا عثمان يا حسين. غطي نفسك. اتلغى اجروا اجروا بلانيل هتتضربوا كلنا هنتضرب ان شاء الله. ايه استهانة؟ ايه استهانة؟ سلامتك استهانة. لو النبي تقول ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة شهادة. نايس نايس فيري نايس نايس. لا واضح ان انت تهزاه. عموما ده درس كويس ليك يا عالي. ما هو مش ممكن كمان واحدة ست غنية فعلا تعجب بيك ولا حتى تبص لك. بس سوري. ايه الحكاية؟ يا ابو فين؟ انا مريض. عايز تفضحني قدام الناس كلها وبعدين تهرب. وانا شرفني اعرف منين انهم هيثبتوني عندك. هو انت على علاقه بيه؟ هو اخرس انت يا كريم. هو ما تهزقش نفسك كده. تعالى يا شرف. هو انت تعرف الاشكال دي يا ضنايا؟ ده واحده زي القمر زي بتعرف البلاوي المكلتله دي. ست توحيده خليكي محضر خير المال. سلسل هانم تحت امرك. انا مستعد اصلح غلطتي. وهصلحها ازاي؟ هتتجوزني؟ والله لو ده اللي بترمي اليه انا ما عنديش مانع. يا راجل يا ده هدي نفسك يا هاني. هدي نفسك. انا ما عنديش مانع. الناس كلها تقول عليا بعرف 100 راجل بس المهم ما تكونش انت واحد منهم. لا على مين بقى؟ لا انا شايفك بنفسي وانت بتستضيف الشارع بعربيتي. وانا شايف بقى بصراحه. شاهد يا كامل. 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 شاهد يا كلام. يا نيل اسكتيني في داهيه. انا مش شايفه بعينيا. اسكت. نيل وديتي في داهيه منك لله. يلا يا اخوانا كل واحد في اوضته. هلاقيها منكم ولا من الاكلان؟ ايوه سوزن هانم طلباتك. لازم تفهم الناس المستثمرين اللي كانوا جايين لي على الحقيقه. حاضر هكلمهم لك واعرفك عليهم. تعزمهم عندي وتعزم البنت السانكوحه دي بتاعتك عشان يعرفوا ان انا مش خطيبتك. حاضر امرك بس برضو حضرتك لازم ترسميني قدامهم. يا فندم انت بتتشرط عليا. استغفر الله بس ما تاخذنيش. هم شافوني عند حضرتك وانا من غير ال سوري اقصد وانا بال بلانينا. ما علينا. المهم منظرك كان وحش فعشان كده مش معقول ما يكونش بيننا وبين بعضينا حتى لو شغل. عمرك يا علي بيه اي خدمه تاني؟ لا ابدا بس انا كنت حكيت لحضرتك عن فلوس العهده اللي صرفتها عليكي. افندم قصدي صرفتها عليها. وانا مالي؟ ما حضرتك مش واخده بالك ان بكره الصبح بمشيئه الرحمن لو الفلوس دي ما اتوردتش ممكن اتحبس وما احكيش للناس على الحقيقه. اتكلمه مكسوف منه. يا الف اهلا وسهلا يا سعادة بيه. اهلا مع حضرتك. اهلا اهلا اهلا. عدم المؤاخذه يعني احنا قاصدينك في خدمه كده يعني. اصل الحته دي احنا قاعدين فيها على كف عفريت وخايفين لا يطردونا في اي وقت
وانت عارف بقى يعني اي سي اي سي انت اي شقه انا فاهم. اصلي علي بابا كان محوش قرشين كده وحاول يدور بيهم على حاجه يعني ما تكونش غاليه قوي لكن ما لقاش. لو تكلم لنا حد من معارفك يعني. بنت انت يا نيله بتكلمي ازاي؟ طبعا قوي قوي ازي لايك اعتبر الشقه موجوده. يلا بقى يا محسنيه الحقيني بكماله وزودي الدقه شويه. واحد كماله يا مصلحيه مخصوص وحياتك. يا سلام نفسه حلوه بشكل. انما قول لي يا عم عبد الله انت هتفضل طول عمرك بالعربيه الكحيانه دي؟ ما هي لمؤاخذه العربيه دي صاحبه الفضل علينا. اي نو اي سي بس انت لازم يكون عندك طموح، لازم كشاب تفكر في مستقبلك القادم. يعني انا لو منك ابيع العربيه دي وبتمنى احط 1000 فلوس للمية وافتح محل لوكس في ارقى منطقه في القاهره في المقطم فوق، او في تبقى ذكي يعني يبقى في حي ما فيهوش بتوع كشري كتير تقوم انت تبيع زي الطريق الصحراوي كده، يبقى انا املى عليك اهو وفي ظرف شهر انت والاسره تبقوا هوب فوق. او النبي يابا علي بيتكلم صح، اديله الفلوس اللي انت كنت محوشهم علشان الشقه يجيب لنا محل. لا انا بلاش. لا ازاي؟ الله احنا ما نحبش نتقل على حد ابدا. بلاش يا مطلع بلاش، خلي فلوسك في جيبك يا راجل. لا وربنا انا قلت هدي لك الفلوس يعني هتاخد الفلوس. ما تزعلنيش. ازعلك ازاي انت حر جبته لنفسك. انت زيزي ما عندكيش حاجه تبيعيها؟ قصدي ما نفسكيش في حاجه؟ نفسي حج وازور قبر النبي. انا بقى عاوز حق ناشف قرشين اصرفهم على مزاجي كده. بطل يا واد امور الشحاته دي. لو تعمل فينا معروف يا علي وتشوف لاخويا شغلانه. اوي اوي يا زولايك هكلم لك سونسون هانم. ايه بيفكريني يا حسنية لاني انا وقتي مش ملكي. لا عيني يا اخوي. بالمناسبة امسكي خدي دول يلا كبشة دي، هاتيلك كام فستان شيك عشان هقدمك المجتمع الراقي. ما تبصش يا مبدلة انت هتصرف علينا من دلوقتي يا علي. امسكي يا بنت فلوسي يا فلوسكو. زي ما قلت لك عايز تتصرفي كانك ملكة. كانك ايه؟ ملكة. اديها ايوه شوية كده. ايه النضارة دي؟ لا حد بتاعت شمس هتفضحني. شت مش فاهمك انت، دي تدي وقار. يلا اهلا سرحان بي اتفضل. هاني اتلاقي. اهلا اهلا يا علي. اهلا 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 سرحان بي حمودة بي اقدم لكم الملكة. ايوه قصدي مدموزيل حسنية. أشرطين. أهلا وسهلا سعادة البيه. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. استغفر الله العظيم يا بيه. بنت عبد الله باشا فرحات كلنا عارفينه. فرحات باشا. دي بقى خطيبتي الحقيقية. طبعا إذنكم يا جماعة. اتفضل يا فندم. أهلا 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 يا علي بيه. الله خطيبتك حلوة أوي. ده بس من ذوقك يا حبيبتي. طبعا تعرفوا بعض سرحان بيه سرحان بيه قصدي هانم. هي احنا سعداء باللقاء ده لان احنا المفروض نلتقي على خير وسلام. اكسكيوز مي ثانية واحدة. اهلا 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 عثمان الويسكي بتاع البيت ولا بالصودا؟ انا ما بشربش ويسكي خالص. اما انت تشربي ايه؟ اشرب كونياك. اتفضلي. ها انا عايزك يا رضوان بيه. اتفضل. اخرب بيتك بيتك. في صحتنا في صحتنا جميعا. علي بيه. ايوه فندم. تسمح لي بالرقصه دي؟ انا اوي اوي ازي رايك اتفضل. انت ايه؟ انا قصدي الهانم. تيك ايزي فيرفير ايزي. يلا حسنيه ارقصي. لا انا ما بعرفش ارقص. ارقصي كلنا هنرقص ما تجيبيش فلاحه. اتفضلي اطلعي على طول. يا سلام. عارف علي بيه لايقين قوي على بعض. فاهم ريدي انت نيل حمار خطيبتي. سوري حمودي. تحب ترقص؟ لا اصل بشرب ويسكي. اظن حضرتك صاحبة مشروع الاسكان الشعبي مش كده؟ امال يا اكسلانس. بس هو يعني ما بيكسبش كتير بس اهو خدمة للناس وللبلد. احنا كمان نحب نخدم الناس والبلد. ودي تبقى احسن دعاية لنا. ايه
أنا سمعت إنه علي بيه بيشتغل في شركة التأمين مش كده؟ أيوه يا سعادة البيه، ده كان رئيس مجلس الإدارة شخصياً، بس هو استقال علشان يفرغ الأعمال الحرة. ويا ترى عنده مكتب ولا؟ يوه ده عنده مكتب كبير قوي يا سعادة البيه، عقبال أملتك كده. إيه أنت كلمتهم في المشروع ولا لسه؟ بس خايف لحسنية تطين الدنيا وأنت عارفة. بس المهم إنه يكون عمل وأولاد ودخل في مشاريع كبيرة، أصل المشروع ده زي ما أنت عارفة مش سهل ولازم له شوية خبرة يعني. لا 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 يا سعادة البيه، حضرتك تكون مطمن خالص يا إكسلانس، نو بروبلم. حسنية وحشتيني يا نسيني، لا لك تكون مبسوط سرحان بيه. أنا أسيبكم بقى. مع السلامة. سوري. ايه اللي هتبتي ده يا نيلة؟ كنت بتهببي ايه؟ كنت بتقولي ايه؟ ما تخافش، ده بقى زي الختم في صباعي ده. اهلا اهلا حسنية هاني. اهلا علي بيه. اهلا حمودة بيه. اهلا اهلا، انا سعيد جدا، سرحان بيه مبسوط قوي وحاسس كده ان هو ميال ان احنا نعمل مشروع سوا. يا رب يا رب. والله انت ابن حلال. الحمد لله. وهو كمان ابن حلال. طبعا. وانا ابن حلال. طبعا كلنا ولدنا الحمد لله. يلا بقى جدعا، قدامك شهر عشان نبدا التنفيذ، عايزين كده الدراسات الاوليه للمشروع. ها اوي اوي، ازي رايك تك ايزي فيري فيري ايزي. طبعا اذنكم. تفضل تفضل. حسنية يخرب عليك، الزهر الكلمتين اللي انت اديهم غلبت دماغهم شويه. مش قلت لك؟ عليك نور. دفعتي؟ تعالى يا شهاده، ادخل وقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ ايه البقى دي؟ بس مش غالي قوي يا علي، يعني 500 جنيه في السنه كتير. في السنه ايه يا معفن؟ في الشهر. مش شايف الموكيت والعفش والتلفزيون ستاير اور كونديشن؟ ولسه لسه هركب التلكس قريب جدا. ايه وايت مش هتحسبني ايه خالص بتاع؟ حتى ضبط جرس يا بيه؟ ايوه، اتنين قهوه مظبوط وبسرعه. حاضر. مين دي؟ دعوة بواب العماره، وعينته عندي فراش ب 50 جنيه. 50 جنيه؟ انا ابتديت اقلق يا علي. دونت وري، ما تخافش يا شحاته، اوعدك ان ما فيش حد يشتغل مدير مكتبي غيرك انت. انت فهمت ايه؟ انا قلقان عليك انت. عليا انا يا شحاته؟ ولد مغفل، هي كلها عمليه ولا اتنين، اعمل سمعه للمكتب وبعدين اخش على خطه كبيره، مشروع الاسكان الشعبي ضخم. هوب فوق. بس انت ما عندكش راس مال يا علي. ما حدش النهارده بيشتغل بفلوسه يا مغفل. عندك ممتاز. بيعمل ايه؟ لا ريلي بقى، استنى يا نيله، بيعمل ايه؟ بيسمع المزاد، بيدخل فيه يعمل نفسه انه هرفع السعر، يلاقي ناس يدفعوا له فلوس عشان يسكتوه. لا تسكتوه. ما هو انت عشان تدخل مزاد محتاج تدفع تأمين في الاول، يعني برضه عايز رأس مال. رأس مالي هنا. شحاتة يا مافن، لو كنت قريت الكتاب ده كنت عرفت ان المليونير فورد كون ثروته ب 1 دولار اونلي. فاهم يعني ايه 1 دولار؟ يعني الدولار واحد. وهوب بقى فوق. اتفضل يا عم، ادي حقها وزياده. الف مبروك، حلال عليك. الله يبارك فيك، نص ساعه كده عربيه تنقلها. بالسلامه. انت برضه بعتها ابو متولي؟ تغور هي وايام الشقه. وهانت عليك يابا؟ الله، هو احنا مالناش نفس نقب شويه؟ ايه هنفضل كده؟ لازم نقب شويه لفوق. هوب. والله انا خايف ان البيت بتاعك ده لا يجيب لنا دكانه ولا حاجه. ليه بقى يا سمتولي؟ مش هو اللي قال انه هيخطبك؟ ولحد دلوقتي لا اتكلم عليها ولا يحزنون. يعني كنت عايزينه يناسبكم بعربيه الكشري علشان تقروه قدام الناس؟ معلوم، عايز يرفعنا ويعلينا معاه لفوق. الو بونسوار عليكم جميعا، الحقيني يا تانت زيزي بتابع كشري الله يخليكي احسن انا واقع. ما خلاص يا حبيبي، بعنا عربيه الكشري. على كده بقى من هنا ورايح الواحد هيموت من جوا. دعابه مالك متيس ليه ولد متولي؟ اهلا اهلا يا علي بيه. اهلا اهلا عبد الله باشا فرحات. اتفضل ادي حق العربيه اهو. ايه ده هو حصل؟
بس انت متاكد علي بينك هتقدر تدبر لنا دكانه بسرعه؟ بكره ما افتكرش، اصل عندي ميعاد مهم في مزاد علني، بعد بكره جايز. يعني ال 500 جنيه دول هيكفوا يا علي؟ بنت الله اكبر، طبعا جم في وقتهم. على الاقل الواحد يدفع التامين، بس مش مهم. يا سيدي فلوسنا هي فلوسك. دورهم عبد الله باشا. 5000 جنيه. 5000 جنيه. 5200. المعلم جنبي 5200 جنيه. 5200 جنيه المعلم جنبي. 5300 جنيه. 5300 جنيه المعلم هريدي. 5300. ايه يا معلم؟ مش هنقول حاجة ولا ايه؟ لا يا كروديا، أنا طبيخة مع المعلم هريدي. 5300 جنيه. 6000 جنيه. يلا بلا لابا يلا. 6000 جنيه اللي هنا. 6000 جنيه. حتى 6200. 6200. 6200 البي. 6200 جنيه. حتى هيزود 7000. 7000 جنيه البي. ولو كترت في الكلام يبقوا 10000 جنيه. 10000 جنيه البي. 10000 جنيه. وقف يا جدع انت، هو وقف يا دنكر المزاد. في ايه يا معلم جلبي؟ ده مش مزاد، ده لعب عيال. هات يا اخلاقك، مش اي واحد يلبس جلابيه بقى معلم. في يا معلم شلبي؟ ما هو مش اسمه الكلام ده يا دونجو. ما هو ما يبقاش كده برضه. انا لازم اعين اللط بالاول، انا مش في سمك في ميه. تعالى معايا. كلام فارغ مش فاهمين يعني ايه مزادات. بقول لك يا بيه، دي لقمه ناس غلابه، ما تسيبك منها واحنا هنشوفك برضه. ايه رايك في باكو؟ ولد يا حمار، انا برضه منظر باكو اجري الى بيدي شاتر. مين الجدع ده؟ والله يا معلم انا اول مره اشوفه. ما يكونش المعلم هريد بيلعب بديله؟ لا 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 ما اظنش يا معلم، ده بيني واد عظيم كده. طب احنا بقى نسيبه يزود وبعدين هو يشرب. وهو ده اللي هيحصل. الشغلانه كده مش هتنفع. طلباتك ايه واحنا نخلص؟ روح ادي واحد شاي. شاي؟ باكوين ماشي. ولد يا نيل احمر. ثلاث بواكي. ياه هتستفزني بقى. بقول لك ايه، هم 5000 جنيه مفيش غيرهم. ماشي. انا بلعب ما بلعبش، روح انت شوف شغلك بلا نيله. يا بيه مش كده. ما تطبطبش عليا لقطعها لك. يلا يا معلمين هنستنى في المزاد تاني. هنستنى في المزاد تاني هنا 10000 جنيه البيه. 10100. معلم شالب 10100. يلا يلا 10300. 10500. 12000. 12000 جنيه البيه. و100. 14000. 14000 جنيه. و100. 18000. 18000 جنيه. 20000. 20000 جنيه. 25000. 25. انا عايز الراجل يخش معايا. 25000 جنيه. 28000. 28000. 30000. 30000. 30000. 30. حد من السوق. 30000 جنيه. خليك معايا. 30000 جنيه. قلت ايه يا معلم؟ قلت ايه؟ حلال على البيه، خليه يشربها. 30000 جنيه. على اولى على دوي. استنى. خليهم 31000. 31000 جنيه. على هنا على دوي على تيو. مبروك يا بيه المزاد. مبروك ايه؟ رش عليك المزاد. نعم. 31000 جنيه يا عبد المتعال. خد من 31000 جنيه. استنى يا عبد المتعال ما تسرباش. لا يا دنجل، انا كنت بس جاي زياره كده بفسيكو، انما حلال على اي شاب مش بني يشيل. يلا يبقى صدر عليك التامين يا بيه. تامين؟ لا استنى، كان في صديق معايا واقف. ثانية واحدة. بقول ايه، حضرتك كنت متفق 5 بواكي. ماشي يلا وشيل وتكل على. لا ده كمل الاول يا حبيبي. كان في شخص اخر. يا اخ ماشي ماشي يا باكوين، وحلال عليكم وشيلوا البيع يلا. الكلام ده كان زمان يا خفيف. لما انت مش قد المزاج بتخش فيه ليه؟ معلم اصبر عادي، مش عايزين نبدا بعدين، احنا معلمين زي بعض. خلاص شيلوا انتوا يلا، قبضوني واتكلوا على الله. هنقبضوك. عاوز تقبض؟ خدوه قبضوه ريحوه قوي. ما يلا هاجي لك تاني. هاجي لك معاكوا كيس عشان معاهم. يا خبر، وبعدين يا علي؟ بس يا ستي وادوس فرامل ان الاقيها، وفجاه العربيه قلبت وهوب لقيت نفسي تحت. يا سيدي فداك 100 عربيه، انما برضه ما قلتلناش. ايوه موضوع المحل اللي انت هتشوفه لنا ده تم فيه ايه؟ نعم. كل خير. انا كلمت لك عبدو بيه سمسار، ووعدني ان في خلال اسبوع هيسلمك ارقى محل كشري لوكس في صلاح سالم. ما تاخذناش، احنا اديناك اخر مليم نحتكم عليه، وده احنا قاعدين على فيض الكريم. بابا يعني لا مؤاخذه، لو ممكن تدينا الفلوس لحد ما تلاقي لنا المحل. للاسف فلوسك مش هترجع لك ابدا، واحسن تنساها بالمره. عايزني ادي لك فلوسك علشان تضيعها وتدمر مستقبلك؟ مؤاخذة هنعيش منين؟ انت هتسرق. قصدي لا، ما انا اطمن، انا شغلت لك الفلوس بتاعتك في مشروع تجاري مضمون، يعني ال 500 جنيه يعملوا لك في الشهر ارباح
50 جنيه يعني احسن فايدة البنك. صحيح يا علي؟ طبعا وانا بلعب. امال انا فاتح المكتب ده ليه؟ على العموم يا بابا 50 جنيه كويسين قوي، على الاقل ترتاح من هم الشغل. والله يا ابني لا، فلوسك موجودة والارباح موجودة، تختار ايه؟ خلاص اخد الارباح. انا بقول كده برضو. في ناس عايزينك بره على البيت. طيب خليهم يتفدلوا. والله والله يا عمي والله يا حسنية ملاحي قرش. مساء الخير عم عبد الله بتاع الكشري. ما خلاص ما عادش فيه كشري، تشرب طافية. طافية ايه؟ انت لسه بتاكل جرجير لي دلوقتي؟ جبنا فرمانك. ست حسنية لا مؤاخذة كنت عايزك في كلمتين. خير يا استاذ شحاتة؟ انت ما شفتيش علي قريب؟ انا رحت له المكتب، البواب قال لي انه مسافر. ايه يا اخويا حصل حاجه؟ مين يا حسنية؟ ده ياما الاسطى شحاته سواق علي بيه. شوفي بقى اما اقول لك، انا لا اسطى ولا سواق ولا علي ده بيه. ايه؟ انا زميله في البنسيون. بنسيون ايه؟ انت قصدك الاوتيل. انا هشرح لك كل حاجه. علي ده لا هو بكالوريوس تجاره ولا عضو مجلس اداره ولا هو بيه ولا صاحب اعمال ولا حاجه من اللي بيقولها دي ابدا. ايه اللي انت بتقوله ده يا اسطى؟ علي ده بلدياتي، زميلي، صدقيني هو كداب كبير، مخه بيهيئ له حاجات غريبه يا ست حسنيه، انما هو طيب، انا خايف عليه، خايف لا يأذي كل الناس اللي حواليه ويودي روحه في 60 داهيه. مستحيل مستحيل اللي انت بتقوله ده ابدا. فوق يا راجل وشوف السواق ده بيقول ايه. انت كداب، انت اكيد ده علي رفضك علشان كده جاي تفتري عليه. اتفضل يلا امشي وريني عرض كتافك. في ايه يا حسنيه؟ مفيش يوم انت لسه واقف وريني عرض كتافك غرب وشي. في ايه يا بت؟ شفت يابا ادوني السافل جاي وقع بيني وبين علي. طب سيبوهولي انا بقى. اسمعني يا حاج الاول. سمعت الرعد ده في ودانك؟ تعالى تعالى. اسمعني يا معلم. هنا هنا يا معلم. اسمعني يا معلم. بل على بل على بل على بل على بل على في كلامه مستعار يتجوزك. بل على مش عارفه ياما، انا على العموم هروح له بكره واشوف ايه الحكايه. افندم شنشن هانم احميني، الايتر هيخرب بيتي. وانا لما سدد لك ديونك هاخد منك ايه؟ انا تحت امرك، استغلي ذكائي ومفهوميتي وعبقريتي في اي حاجه انت عايزاها. انا عايزاك انت. نعم. انا ست وحدانيه وعندي فلوس كتير قوي ما اقدرش اشغلها لوحدي، ومحتاجه الراجل يقف جنبي. اي نو اي نو، تيك ات ايزي، فيري فيري ايزي. انا تحت امرك، تحبي نبدا شغل من امتى؟ من الليلة. ويا ترى الليلة دي هنلحق نعمل حاجة؟ طبعا، بس الأول ناخد لنا كاسين ونتعشى و وبعدين؟ ولا قابلين يا شقي؟ أبدا والله. هنقعد نخطط لشغلنا. عن إذنك. تقدري فاهم الحكاية دي كويس، مش هعرف إيه. نصيبنا اللي ياكل لوحده يزور.
أتاريكي مصيبة. يعني عجبك؟ تعجبيني وبس. صباح الخير يا لولو. صباح الخير. ايه ده؟ انا ايه اللي نايمني هنا؟ ما انت امبارح بعد ما سكرت ما رضيتش تروح. المهم وبعدين؟ ايه مش فاكر؟ على العموم انا مسامحاك لانك ما كنتش في وعيك، بس ايه؟ انت طلعت شيء قوي. ابدا والله ما كانش قصدي، بس انا خايف دلوقتي ممتاز يزعل. ما تخافش، انا كلمته وفهمته على كل حاجه. وسكت؟ غصب عنه. المهم انت تقوم دلوقتي تتصل بسرحان بيه بالتليفون وتقول له الاجتماع النهارده في مكتبه. قوي قوي اجي لايك. ماشي. على فكره انا اشتريت لك بلدتين كده حلوين، يبقى اطلع اسهم فوق وبعدين قول لي بقى ايه رايك في ذوقي. مش معقول حقيقي، مش معقول. الا قولي لي يا سنسن، هو انا امبارح اتشقيت قوي؟ وانت عندك عقد؟ وانتوا يعني اللي عندكم شركه مباني جاهزه؟ اسمعونا بقى يا جماعه، الراجل خرج، نتكلم عن مكشوف. لا هي هتديكوا الارض ولا انتوا هتبنوا شقق. احنا عندنا الهوا، يا نبيعوا سوا يا هتربحوا علينا وعليكم. يعني لا فيها لا خفيها. ايوه تمام يا خفيف. بس انا عايز اقول حاجه، انا فعلا شاكك في علي. الواد دوت مجنون ارجوز، ممكن يودينا في داهيه كلنا. هو احنا محتاجين ايه غير ارجوز ونلعبه من بعيد؟ بالعكس يا جماعه، ده احسن واحد ممكن يلبسه الطرطور من غير ما يحس. احنا عايزين شهر واحد يلم فيه المقدم وخلاص. ايوه بس مش ممكن ان هو يشك فينا؟ يعني هيشك في ايه؟ هو عارف انه ما عندوش فلوس واحنا متفضلين عليه. خلاص جهزوا انتوا الورق وسيبوا الباقي عليا، وانا هخليه يبصم بالعشرة. من فضلك علي بيه مظهر في اوضه نمره كام؟ علي بيه مظهر، علي بيه مظهر، علي بيه مظهر 1200 يا فندم. ها ايه رايك يا علي؟ مبسوط؟ اوي اوي فيري نايس، بس منظر النيل مش ستريت. مش مهم، ما علينا، انا مش عارف ارد جمالك فين يا سوزانيا. يا سيدي ولا يهمك، بكره هتتنغنغ في الفلوس ويمكن احنا بقى نستلف منك. اعوذ بالله يا ناسي يا قرد فاشل. سينيور ده اشوف مين بيخبط اللي جانا على المسا. الرجل ده اعوذ بالله الواحد ما يقدرش يستريح في الجناح بتاعه. اي احمر علي حسنية يا شهيني يا حبة قلبي مالك؟ الحمد لله ان انا لقيتك. اسكت، السواق بتاعك جالي وقال ان انت فقير وعجبان ومش لاقي تاكل وعايش في بانسيون. شحات الكلب المارفن. ايه؟ انت شفتي ايه بعينيك اللي هياكل الدود؟ لا الحمد لله. اسكت، ده انا قلبي وقع. حسنية بالمناسبة، افرضي مثلا يعني اكتشفتي فجأة اني كنت فقير. يا لهوي، دي كانت تبقى مصيبة. ده احنا خلاص يا علي هيطردونا من العشاء، هنترمي في الشارع. علي علي انت كنت املنا الوحيد. وما زلت يا حمارة. انا رحت فين؟ انا جنبك يا حسنية. ايوه علي، بس انت لغايه دلوقتي لا جبت الشقة ولا المحل وانا شغلت اخويا زي ما قلت. سوري يا جماعة، انا مضطرة اسيبك يا علي دلوقتي. ماشي. ازيك يا حسنية؟ ابقى خلينا نشوف. علي ابعدي عليا لنادي علشان نمضي العقود. باي باي. اي نو فاهمك. لا حسنية انت فهمتي غلط. فعلا انا فهمت غلط، لان انت ممكن تشفق على واحدة زيي، لكن لما هتيجي تتجوز هتختار واحدة غنية زيك. اطلاقا، ابسوليوتلي، مطلقا، بالمرة. انا كل اللي بيني وبين سونسون مجرد شغله وبس. يعني عايز تفهمني انها ما بترسمش عليك علشان تخطفك لنفسها؟ ها؟ والله ما اعتقدش. ما هو حاجة من اتنين، يا اما انت مغفل يا اما بتستغفلني. اطلاقا، مطلقا، ابسوليوتلي، بالمرة. مش ممكن استغفلك يا حسنية. والله لو كانت البنت هي اللي طمعانة فيا فتأكدي مش ممكن انولها مرادها ابدا. بجد يا علي؟ طبعا يا حمارة، يا حبيبة علي، يا اموري علي، ننسيني.
خلاص خلاص يا عثمان، عمال تزني انا وداني، عمال تنخور في وداني بدون لازمه. خلاص يا عثمان، عمال انت انزل عشان بردت. هريني في الدلع ربع جنيه وفي النازل ربع جنيه، اجيب منين يا ناس؟ سنسن سنسن انا نسيني. اهلا يا علي، تاخرت عليا ليه؟ معلش عشان انت عارفه ظروفي. طب تعال اقعد، خد معايا كاس. لا معلش يا سمساجل، ولا شغل كتير. جهزت العود؟ ايه ده يا علوه، هي بالسهل كده ازاي؟ دي عقود، لازم تاخد حقك واخد حق دي بملايين. تعال تعال اقعد، تعال تعال اقعد. اقعد يا علوه، مالك؟ اصل الكلمه ضيقه شويه. اقعد عشان قعدك تحت امرك. ايه ده، انت هتفضل قاعد متكتف كده؟ تحت امرك. اقلع. حاضر. اللهم علشان لا 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 لا، خليك عشان اعرف لا 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 دلوقتي عشان اقلع عشان تقعد براحتك. مساحه مش ما يعني اساسا. لا حاضر. ماشي عشان فيها فلوس. انا خد اقرا الاوراق دي قبل ما تمضي، بس ايه بتأني كده وتروي على ما اغير هدومي. ها؟ حاضر حاضر. عادي. طيب طب تعدي من فوق الترابيزه. لا مش هينفع. عملنا ايه بس؟ لا مؤاخذه، تعدي. لا لا لا، خليك قاعد، خليك صح لي في المكان. خليك قاعد، خليك قاعد. انا قاعد خلاص اساسا. انا هاجي بسرعه. حاضر. هيا علوة، خلاص؟ لا لسه، لسه شوية. ومستني ايه؟ يلا بقى امضي وخلصني عشان نحتفل بالمناسبة السعيدة دي. وهنحتفل بيها ازاي يا ترى؟ دي مفاجأة. طب بس انا الحقيقة خايف لما ممتاز يزعل ولا حاجة. ما يزعل ولا يتفلق. يلا يا علوة امضي بقى. حاضر. يلا. حاضر حمدي كل الأوراق. يلا. هنا هنا. وهنا كمان. حاضر. وهنا. حاضر. أنا خلاص. مبروك. الله يبارك فيكي. الله يبارك فيكي. حين الأدب. نعم. أنت فلاح. ساتر. شري شري سهاني، بس انت اللي هو انا علشان وقفت جنبك وساعدتك تقوم تفتكر فيا ان انا واحده. لا ارجوكي، لا بلاش بلاش، لا ارجوكي، انا حمار، انا مغفل، بس الشغل ملوش دعوه. دي اخر مره تعمل كده، فاهم؟ حاضر. يلا بوسني. نعم. مش احنا اخوات؟ بوسني. معلش ربنا يخليك. اعذرني يا علي، انا قلت الحسنيه من قلقي عليك وحبي ليك. دونت وري، انا مش زعلان، بالعكس انا مقدر ظروفك، وعشان كده انا جاي اخدك عشان اعينك في المكتب بتاعي زي ما وعدتك. لا حول الله يا رب، يعني مفيش اي فكره. شحاته، انت ليه بتعاملني كما لو كنت مجنون؟ إذا كنت مصدقني تعال معايا المكتب وشوف بنفسك. أنا ما صدقش غير الأخبار العقل والمنطق، لا يصح إلا الصحيح يا علي. شهادة، بترفض الإيد اللي اتمدت لك يا حيوان؟ أنت بتهرب من الواقع، بتهرب مني وما أنتش قادر تواجهه. أصبر يا علي، أصبر، ما تخجلش من فقرك، ذاكر، اجتهد، اعمل، بكده بس تقدر تحقق أحلامك والناس كلها تفخر بيك. المبدأ العاشر، إذا أردت النجاح ابتعد عن الفاشلين. يا أخي كلامك حكم، لكن كل ما ببص في وشك وأتصور إني أبقى زيك بتشائم. مال وش؟ أنت ما بتبصش لنفسك في المراية. أنا ما عنديش وقت عشان أتعايش. لا يا حدق، أنت اللي بتهرب من الواقع. تعال بص في المراية حيوان، بص، ده واقعك، شوف وشك أصفر إزاي، كل ده من تحت راس القشف اللي أنت فيه. اسمه تقشف يا جاهل. ولا عينيك، عينيك دغمست وعينيك بزت لبره، بقيت زي ناس المجانين. انت اساسا عفنت.
أني كل هكم شهر وخلاص هتخرج وعوض كل اللي فات. وقت التلفزيون يا غادر عايزين نشوف مستقبلنا. هتعوض ازاي؟ شو مرتب الوظيفة كان غيرك اشهر يا معفن يا مقشف. أني هحضر للماجستير وهعمل الدكتوراه. طز يعني هتوصل ليه؟ هتوصل لسر الذرة يا خي. انت بتتريق عليا يا علي والابناء. لا حول الله، الولد اتجنن فعلا وصدق نفسه انه اينشتاين. هو اينشتاين احسن مني في ايه بس؟ هما يعني الناس اللي اكتشفوا الذره دول احسن مننا في ايه؟ ما احنا لو اجتهدنا وذاكرنا ممكن يبقى زيهم واحسن كمان. برافو برافو، وتاخد لك علاوه 3 جنيه بعد ما تكون ضيعت شبابك هدر بالجلابيه والبلوفر اللي عامل فيه زفر ولوز. ولا ما ضيعت شبابي وعمري كله في سبيل حاجه ليها قيمه، انما انت هتفضل طول عمرك ناكره وتافه. ولد ايوه، ما مفيش حد بيبقى اللي بتعملها دي هوبا هوبا ديا من غير تعب ولا اجتهاد يا علي. دي كلام ناس مجانين، من غير تعب يبقى كلام ناس مجانين. الناس ايه؟ مجانين. ما وقفوش بصراحه. لا انما ريحت. ما قلنا وقفوا التلفزيون، وقفوا التلفزيون، خلي عندكم دم عشان نعرف نذاكر ونشوف مستقبلنا. معذور، ما انت داخل نفسك بالحياه مش جارب اللي بيحصل حواليك. افهم يا حمار. انت اللي حمار وزدت الحمار واحترم نفسك. التفهين النهارده عاملين شركات وامارات وبيلعبوا بالملايين. لا مؤكد نصابين وحراميه. طب هم حراميه انت ايه؟ ماليش دعوه بيه. لا انا اقول لك انت شحات. طب ممكن تخرج بره بقى وتسيبنا ذاكر ولا ايه؟ شحات ومعفن. ممكن تخرج بره بقى؟ خرج بره وتسيبنا ذاكر. طب فين الشحات بيمد ايده للحرامي يقول له لله يا محسنين لله، يعني في الاخر الحراميه اسيادك يا معفن يا مقشر يا جربان. شوف بره بقى احسن بعد كده. انا طالع يعني بتتردي من سرايل ابوك يعني؟ ابقى رد في نفسك ودانك. اوعى اوعى عليك. انت يودوك طالب هناك في كليه الطب يشرفوا عليك امراض جلديه. لا 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 حيوان. لازم تطلع بقى كمان. Very very nice. مهول مهول يا استاذ الحنين، هي دي الارض بتاعتك؟ ها ايه رايك يا علي؟ هايل هايل. بس هي من السلامة يا ست هانم. الله يسلمك يا مدبولي. هي من فين لفين بالظبط؟ من اول الجبل لحد الاسفل. اي سي. طيب اعرف بقى المساحه بالظبط كم متر؟ في الحقيقه انا ناسيه دلوقتي، بس كل حاجه هتلاقيها عندك في الخرايط. ما من بكره هتبقى باسمك يا عم. ما شاء الله. يبقى 3 و13 لو خدنا القطاع المستعرض من القطاعات المستعرضة على الأفقية يبقى الجزء التكييفي. بتقول ايه يا علي؟ 13 لا لا يا روحي، دي حاجات ما تفهميهاش انت، دي حاجات كمهندس استشاري. يعني تنفع للمشروب؟ قوي قوي على خير الله. الحمد لله. خلي بالك من الارض يا مدبولي. انا يا ست هانم. عايزه تندر. انا شربت ساعات البيت. خلاص يا ولد هجي لك دايما. هجيلك. الو علي بي مزري فندم. ايوه مين؟ اهلا 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 سرحان بي. اسلم عليك وعلى حواليك. ايوه سرحان بي اهلا، وحشني. ده تمرك؟ لا كله مش تمام. نعم. لا الفلوس انا مستني بس لما نجمع مبلغ كبير واكتب لك بيهم شيك. ده تمرك؟ ايه ده؟ معقولة التلكس كمان جه من اوروبا؟ برافو برافو، هم النشاط. برافو برافو. تحت امرك تحت امرك. خلاص ايوه ايوه. طيب يا حبيبي هسيبك علشان عندي كبسه. لا ما تخافش، احنا بنعمل ايه؟ لا ده كبس ناس عندنا كده كوام. طيب طيب يا حبيبي. ماشي مع السلامه مع السلامه. مش معقول مش معقول يا متولي الانهيار العصبي اللي انا فيه ده، مش معقول. ايوه اطيح لك فيهم اطيح لك فيهم. لا لا دول الجماهير لازم نعملهم برفق مش معقول. زي الرفق بالحيوانات. يا ابني 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 ي
انا منكم وليكم، انا بعمل عشان راحتكم يا ناس، وانا بتا بلاش مين، بس بالراحه بنظام انا تحت امركم. يعني انا كاتب كتاب بقى لي 7 سنين ومش عارف اخش. حاضر سيب الموضوع ده، انا هتصرف. يا سعاده البيت اللي ساكنين فيه هيتهد علينا. لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر يا ستي من عينيا. حاضر. وانا فين بقى طلقتني وخدت الشقه؟ ليها حق، قصدي ملهاش حق، غلطانه. حاضر انا هتصرف، هتصرف، وكل واحد فيكم اتمنى اليوم اللي اشوفه بيني مستقر بشقته ربي فيها كتكيت وفراخ. حاضر حاضر، انا تحت امركم، انا احط جسمي تحت رجليكم وتدوسوا لي علشان انتوا تستريحوا وتبقوا سعداء. علي بيه يا ايه؟ علي بيه يا ايه؟ علي بيه يا ايه؟ وحبيبكم مين؟ علي بيه. وحبيبكم مين؟ علي بيه. حاضر حاضر اطلع بسرعه يا استاذ، بس اوعى تدوس على حد الله يخليك. حاضر حاضر، عينيا ليكو، عينيا ليكو. حاضر حاضر. وعلى الطريق التقينا بأحد الأشخاص، حنحاول نتعرف عليه لو تسمح. أنت ولد جميلة ابن المنطقة السخرية سيب الرملية من فضلك. أيوة الاسم إيه يا ترى؟ علي بي مزري فنم، ماجستير تجارة وعضو مجلس إدارة، وحاليا من كبار رجال الأعمال كما يطلقون علينا في أوروبا بيزنس مان. أهلا وسهلا، يا ترى حضرتك بتعمل إيه هنا بالضبط؟ هذا سؤال كما ترين، إنني أغزو الصحراء اقتهم المشكله الاسكانيه في عقر درعا. دي روح كويسه جدا، تسمح لنا بشويه اسئله عن تجربتك دي. الحقيقه انا ارحب بالحديث وسعيد جدا بان انقل والله العظيم هم خبرتي كلها. ده هو صحيح يخيبك يا علي بيه يا مازن ابنائي الطلبه والطالبات. اهدي ما تطلقوا الهباب دي شويه، خلونا نعرف ازيك. الله ما انا اسمع بالذات فضلك انت خليني اكمل كلامي اني انا مسترسل وبقول لهم ان لازم الشباب دول يكون عندهم طموح، لازم عندكم طموح، لان انا بيصعب عليا حقيقي الشبان اللي بيضيعوا حياتهم. مش ممكن يجري ورا الوظائف والشهادات اللي مش جايبه همها، والنتيجه بتبقى ايه؟ انهم بيعفنوا. اكسكيوز مي سوري، قصدي بيصعبهم بالحياه. ودلوقتي هم سامعيني وعارفيني وعارفين نفسيهم. سامعيني لو سمحت نرجع لموضوعنا. اوي اوي ازي لايك، انا احب اطمن الساده اللي حجزوا الشواء ان البناء هيتم في ميعاده المحدد باذن الله. حضرتك مش شايف ان 6 شهور مده قليله قوي لتنفيذ مشروعك؟ هذا سؤال كلا البتة اطلاقا مطلقا ابسوليوتلي. الحقيقة ان احنا اتفقنا مع اكبر شركة مقاولات مباني جاهزة، وفعلا ريلي بعد اسبوع هتوصل لنا كل المعدات اللي احنا استوردناها، وهيتشحن معاها كم خبير اجنبي كده فوق البيئة، يعني ده فوق الحساب. سامع سرحان بيه؟ الواد ده بيقول ايه؟ تفتكر حضرتك مشروع اسكاني تعاوني عادي محتاج شركات وخبرات اجنبية؟ ايه ده كده هيفقسنا. نعم الحقيقه ده مزنق، قصدي مخنق، قصدي سؤال وجيه، انما كان بودي اجاوبك السؤال ده، انما في شعار شركتنا العمل في صمت وفي سرعه وفي سريه تامه. سوري ما طلعتيش حاجه. عموما يا استاذ علي احنا علي بي مزري فندم، من فضلك عشان سلم شديد احنا بنشكرك على انا اللي بنتهز هذه الفرصه لكي اعبر عن شديد شكري للمجهود الضخم اللي ام بي سرحان بي وحموده بي وسنسن هانم. كما اتوجه بالشكر للساده الوزراء والساده الكبراء ورجال الامن وكل الساده المواطنين ورجال الشرطه، وانا شايف دلوقتي ان الحكم بيبص في الساعه بتاعتي. سوري اكسكيوز مي غلطت. والى كل الامه العربيه جماعه من كل فج عميق، ويا ريت بقى الكاميرا تستحبني علشان اوري للساده المشاهدين ان كل هذه المساحه الشاسعه هتقسم الى تقسيمات افقيه وراسيه. الكاميرا انت بنام، انت ست مذيعة لسه ما كملتش كلامي. مش معقول سيداتي وسادتي. صدقت كلامي يا باشا؟ ده واد طايش وغاوي منظرة دلوقتي. طبعا بعد اللي قاله الحكايه ريحتها هتطلع وهنروح كلنا في 60 داهيه. انت هتوترني ليه؟ ما تمسك اعصابك يا اخي، احنا لمينا 3/4 المبلغ وكمان ما فيش اي مسؤوليه علينا. برضه لازم نلحق ونعمل احتياطاتنا.
عشان هو اللي يروح في داهيه لوحده. مفيش بره اي اوراق. ما تسيبش ولا ورقه او اي مستند يكون فيه اسامينا. ايوه بس في اوراق وشيكات لسه ما اتمضوش منه. فين؟ اه سرحان بيه. شوف دول الاول. لا احنا مش لازم نسيب له ولا مليم. طب عندك تعمل ايه؟ في الاول قلت لك عليها اجري اعملها وخلصنا. حاضر. ايه في ايه؟ بونسوار. سمعتوا اخر نكته مره و... ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ قلبين المكتب كده ليه؟ ابدا، اصل في شويه اوراق ضاعت مننا. لا لا، وبعدين بقى يا جماعه اصحوا لشغلكم شويه. الله، هاي اسحب الضمير، شويه ضمير. الله، مش هنا في شركتي، هنا شركه محترمه. ده تسيب. معلش يا علي بيه، اعتبر المره دي اخر مره. بالمناسبة اتفرجت عليا وانا في التلفزيون؟ هو احنا بس اللي اتفرجنا؟ دي مصر كلها اتفرجت. لا ولسه انا ناوي اعمل مؤتمر. على فكرة في شوية اوراق ناقص عليها انبس سيادتك. سرحان ولد انت جننت قوي قوي. تيك ايزي فيري فيري ايزي. النضارة، نضارة الكاميرا. لا دي بتاعت الشمس. في بتاعت القمر. هي قمر. دي بتاعت النظر. ايوه. الاول افهم الاوراق دي بخصوص ايه؟ ايه يا علي بيه؟ انت مش فاهم ولا ايه؟ سرحان واخد، فاكرني سرحان؟ انا بس بامتحنكم. علي بيه عاوزك في كلمه. ولد انت نيله جرالك ايه متولي؟ مش شايفني مشغول؟ معلش دي حاجه مستعجله. اطلع انت بره دلوقتي. يلا يا علي بيه، يلا يا علي بيه، امضي امضي، خلينا في المهم. انا رايك خير باللي عاجله. ايوه اتكل على الله. لا اوعى تمضي يا علي بيه، الجماعه دول عاوزين يسرقوه. اخلص يا حمار. مالك دعوه بشويش؟ مالكش دعوه بالكلام ده. امضي امضي علي بيه. لا لا ما انا افهم افهم. انا سامعهم ودان هما بيتفقوا عليه. امضي امضي بقول لك امضي. ولا كلمه. هي حصلت الرصاص يا علي؟ اي حركه هدف المية ولا من عندك؟ تعالى معايا حاجة زيهم، حاجة زيهم وتولي. ولا هي اقف برا، ما حدش يدخل او يخرج. خلي بالك مستنيك برا. يلا متولي حدش حرك من مكانه، المكان محاصر. انا حوالي البوليس يا لسوس. لا 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 وعلى ايه؟ ارتاح انت خالص، انا هطلب لك النيابه. ايوه النيابه، عشان تحدد مين النصاب اللي خد فلوس الناس عشان يبني على ارض من املاك الدوله. املاك الدوله؟ اطلب النيابه. لا استنوا استنوا بس. هو ايه الموضوع بالظبط يا جماعه؟ فهمت الموضوع يا ناصح؟ ايوه، كلكم عصابة نور وحرامية. ألفتوا جمعية اسمها المنتفعين بعلي بي مظهر. هو أنت كده بقى هتزعلني منك؟ إحنا حاربني الفندق وناخد أرباح ونبني بيها الشقق. أوعى تفتكر إنه الألف ملطوش اللي بدفعوها الجرابيع بتوع دولك اسمها فلوس. دول ما يجيبوش حق صندوقين ويسكي. بالنسبة لهم عرق وشاي سنين، وبعدين دول غلابة وأنا وعدتهم. منظري هيبقى إيه قدام الرأي العام العالمي يا ناس؟ اسمع علي، محدش قالك انك انت تتمنظر وتعمل مقابلات في التلفزيون. وخد بالك يا حلو، المشروع كله باسمك انت. يعني لو الحكومه عرفت او الناس اشتكت انا هدخل السجن. محدش بيخش السجن غير المغفلين، واحنا عاملين حسابك. كلها اسبوع ونقفل باب الحجز وتسافر اوروبا تقضي شهر العسل، وهناك محدش هيدولك. ايوه ايوه، بس بالشكل ده يا جماعه مش هقدر ارجع مصر تاني. انت عايز ترجع تهب بايه؟ حد طايق يعيش في اوروبا؟ احنا كلنا هنحصلك بس بعد ما نخلص شغلنا. ايوه وراكم شغل كتير لما تخلصوا على البلد كلها. خلصنا، هي كلمه واحده، موافق ولا لا؟ ده احنا خلاص يا علي هيطردونا من العيش، هنترمي في الشارع. علي علي انت الامل الوحيد اللي فاضل لنا. وما زلت. انا قلت فين يا حماره؟ ما انا واقف جنبك اهو. بس انت يا علي لغايه دلوقتي لا جبت الشقه ولا المحل ولا شغلت اخويا زي ما قلت. انت مش طول عمرك نفسك تبقى هوب هوب يا بس؟ تعال هي جات لك فرصه العمر. ما كنتش اعرف انها هتبقى كده.
زعل بقى وخليك انت هاتي اديله الصدر. خد يا عم 20,000 قبل ما نلم بقية الفلوس. ومن هنا ورايح تمضي وانت ساكت. ها يلا بينا يا جماعة. يلا بينا. صاحبك باين عليه عيل. ما دام ابتدى يصرف الفلوس يبقى خلاص، مفيش خوف منه. أنا مش هطمن غير لما أوصله لباب الطيارة بإيدي. هانت. كلها أقل من 10 ساعات وساعتها بقى يبقى حصلنا. أنا بقى مش هنام، يبقى أنام في الطيارة. علي بيه، اطلب لنا طلبين لحمة كده ولا حاجة كده شبرقة. حاضر أنا. وطبعا مكرونة كمالة. وربع كونياك من اللي هو عشان تكمل. حاضر حاضر، وأجيب لكم كمان كشت ترشي. هي هنا. اهلا اهلا. معلش يا علي، اصل ابويا اخلاقه اتغيرت قوي من ساعه ما لبس البدله. اي نوع. طول الليل يسكر وبالنهار يتخانق مع امي على الفلوس. حسنية طب خلي المبلغ ده معاك يعني ماشي كده. ايه ده يا علي؟ لا بنتي، ده حاجه سريعه. ماشي. لا يا علي، كفايه الحسنه اللي انت بتدفعها لنا كل شهر. انت فاكرني مش فاهمة؟ الاربعين جنيه اللي انت بتديهم لبابا كل شهر على انهم ارباح علشان ما يخسرش تحويشة العمر. ما تقوليش كده يا روحي، انا حاسس اني مدين لكم. مدين لنا احنا؟ وانا مدين لكم انتوا بس. ايوه يا جماعة، بس الشقق ما تنفعكمش، مخنوقة ومضغوطة و... لا بيخشها لا شمس ولا هوا ولا مية ولا كهرباء. هيا في يا ناس، يا ناس انا بعمل عشان مصلحتكم، صدقوني يا ناس. ساعة البيع ومراتي رميانة في الشارع بقالي شهرين دلوقتي، اعمل ايه وانا تعبان قوي؟ اروح فين بس؟ الشارع ارحم لك يا حمار. ساعات البيع انا بقالي 7 سنين كاتب كتابي. افهمكم ازاي يا ناس؟ افهمكم ازاي يا ناس؟ المعلومات اللي بتقولها دي معلومات خطيره جدا يا علي بيه. فندم لا شكرا لا واجب، الشرطة في خدمة الشعب وأنا في خدمة الشرطة. سيجارة يا فندم؟ سيجارة؟ شكرا. المهم عندي يا فندم إن أنتوا تلحقوا الناس النصابين دول قبل ما يهربوا، وعليكم تقبضوا عليهم وتضربوا على إيديهم بشدة. ده اللي هيحصل فعلا. كده ارتاح يا سعيد. لا والله لا شاي ولا قهوة، إحنا بينا واحد بين عيلة. تمام يا فندم. خد علي بيه وحطه في الحجز. نعم؟ لا استنى، حجز إيه يا حضرة الضابط؟ من واقع بلاغك عملية النصب كلها تمت باسمك وتحت مسؤوليتك. بس يا فندم انا مظلوم، صدقني انا مظلوم، انا ما كنتش فاهم حاجة، هما اللي ضحكوا عليا، انا كنت همار في القعدة. صدقني يا الضابط
انا مجرد حمار مش اكتر. والله مصدقك، ولكن تعرف القانون لا يحمي المغفلين. أنا بريء حسنية، وقرروا الإفراج عني بكفالة، بس لسه ما دفعتهاش. سامحيني يا حسنية. ليه يا علي؟ ليه كدبت عليا؟ أنا حبيتك من غير حاجة، مكانش لازم تعمل نفسك غني وبيه علشان أحبك. معلش، كدبة بيضة، حمار كنت فاهم إني قادر أحققها. أنا اتخدعت زيك. انت اللي خدعت روحك. ما تظلمنيش يا حسنية، انا عملت كل ده عشانك. زليت وتهنت، ضربت بالجزمة واستحملت كتير علشانك انت وعيلتك، عشان اطلعكم هب فوق. يا ريتك كنت سبتنا في حالنا. قوليلي انك لسه بتحبيني، وانا اوعدك اني هسلع كل شيء. ريلي ما المصيبة اني لسه بحبك يا علي، لكن الحب لوحده مش كفاية. ما انا بقولك. ولا الكلام، انا شبعت كلام. انا عايزاك تعمل اي حاجة، اي حاجة يا علي، ساعتها هنتقابل. ربنا معاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك، مش كان فيه هنا في ب 60,000 و70,000 و80,000؟ لا مش قصدي، أنا كان قصدي أسأل. والله أبو 40,000 خلص. كان في راجل هنا اسمه أم عبد الله فرحات بتاع الكشري، هو أسرته كانوا عايشين هنا، ما تعرفش راحوا فين؟ لا والله. حاصل كزوزة. انت بتهرب من الواقع يا علي بدل ما تحاول تتحداه. اصبر وما تخجلش من فقرك، ذاكر، اتعلم حاجة، اشتغل، كافح، بكده بس تتحقق أحلامك وكل الناس تبقى فخورة بيك. عندك حق يا أينشتاين. ايه حصل ايه؟ جدع التلميذ اللي في الباتسون البحر. تلميذ مين؟ نمرة 5. أينشتاين! شهادة! ليه يا بنتي فلوقك يا حمار؟ ليه يا شهادة؟ لا مستحيل، مش ممكن. شهادة شهادة صديق العمر حبيبي أبويا. شهادة جلالك ايه؟ اتكلم، رد عليا. صديق عمري يا حبيب قلبي، مالك؟ لازم تكلمني، احكيلي، اشرحلي. أينشتاين جلاله ايه يا جماعة؟ ردوا عليا. حسين جلاله ايه؟ حاول انتحر علي بيه. صديق ليك يا متهور، قوم للدكتوراه والماجستير. خلاص يا استاذ. لا 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 يا ناس، لا. ايه ده اللي بقى دي؟ انا اوعى كده الزامن. لا دخلوا احمد. سيبني سيبني. لا لا، ده مش انتحار، مش انتحار يا ست وحيدة. وانت عارفه انا شيء كويس، انا شيء ما ينتهيش ابدا. لا لا ما تبصيش يا الزامن. ايوه كل الشواهد بتقول ان هناك جريمه، ولا بد ان نبحث عن الاسباب التي دفعته لهذا المسير. الولد كان كويس، كله امل وعزيمه وكله تفاؤل يا ناس. فترى من هي اليد الخفيه التي دفعته الى هذا المسير، والتي دعبست ونخورت وقتلت الامل داخله وزرعت الياس في روحه؟ من هو المجرم الحقيقي الذي دفعه الى هذا المسير يا ناس؟ من الواد حبت عين امه من ساعه ما سمعت بتتكلم في التلفزيون، جاله احباط راح فيها. كان متهيألي انه اينشتاين ممكن يغير الكون كله.
لكن ما قدرش يواجه الواقع. فهماني يا مدام توحيده؟ ما قدرش. ام اتجنن اتجنن. جات له كريزه يو اندرستاند مي؟ جنان. جات له ضربه في مخه. فاهم احنا ازاي؟ فاهم. لا ما قدرش لا ما قدرش. لازم اشرح لكم قدام العداله. ايوه يدفع يا ولد انه يحدد من الغرفه بتاعته بالشكل ده. لا الشهاده مش كده. حاجة حصلت الدم هات حتى كل حاجة. الولد مش طبيعي يا ناس مش طبيعي. استويت انت يابا حبيبي شهادة شهادة كنت مالي هدومك يا شهادة. الجزء ده خلاص اتحرق اتحرق خد من جبتي تورعات. حبيبي يا شهادة بعد اذنك هذا الزمن هاخد هدومه حاجة من ريحته كان معفن. ارجوك هذا الزمن ارجوك كمل تحية ولا ده لازم يخش مستشفى امراض اجنبيه عشان ده خالص مخه. بس يا شاطر بس يا حبيبي بس يا ابني يا ولد جنينه منك ليه خوتوني خوتوني بقى انتوا ما تجوش غير بالضرب خوتوني انا مركز وبفكر في مسائل مصيريه بلا نيله. ايوه لسه في امل وبعون الله ومشيئه الرحمن ان شاء الله انا اللي هصلح كل شيء هصلح كل شيء. قربنا قربنا. المبدا الثاني عشر لا تهتم بالواقع مهما كان مظلما. فعلا بعد قليل ستهبط عليك الثروه من السماء. معقول ينس كل دي فلوس؟ اشكرك يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الخير كتير الخير كتير. عبي عبي علي دهب فرجان فلوس. اشكرك يا رب اشكرك. اهلا اهلا يا اخواني اهلا. انت ولد انت ليلى حمار انا علي بيه مزهر يا حمار. يلا امسك منك لي يلا اشتروا شوكولاتة اشتروا شوكولاتة. يلا امسك فلوس كاو شريها الحق منك لي متشكر. الحمد لله حاضر اشكر الثقة اللي انتوا ادتوهالي وان شاء الله حقق كل امانيكم باذن الله. متشكر يا اخواني متشكر متشكر. واوعدكم ان انا عندي خطة ومشاريع هايلة ان شاء الله باذن الله كلها شهر واحد ان شاء الله. يلا خدوا فلوس كله ياخد فلوس. يلا متشكر متشكر يا اخوان. انت وزاز انت وهي اللي في الصاله وانت وهو اللي في البلكون قاعدين بتفرجوا عليه. يلا قوموا روحوا ناموا واحلموا احلام سعيده وان شاء الله بكره الصبح تلاقوا نفسكم هوب بقيتوا فوق.